حاجة تتمسك كده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي اليوم الثاني للتجمع الجميل ده. حابب اقول كلمتين ثلاثه بس سريعا قبل ما نبتدي. دكتور رجب النهارده الصبح خدني صراحه لففنا على المكان الجميل ده ثاني. انا ابريشيتنج الشغل اللي بتعمل. الشغل ده ما يتعملش او التشينج اللي حصل في المكان ده ما يتعملش غير باراده قويه جدا واخلاص. بدعي لكم بجد يوم الجمعه ربنا يا رب يكتر امثالكم المجموعه اللي موجوده هنا كلها. انتوا فخر لمصر وفخر لكلنا والله حقيقه. يعني البوينت الثانيه طبعا انا بتشرف بوجودي جنب اساتذه العظماء الدكتور مصطفى الدكتور موسى الدكتور احمد شكري صديقي العزيز وجودي معاكم جميعا. ان شاء الله نبتدي النهارده. اعتقد اليوم هيبقى مينلي ابر جي اي. فانا برضو بيشرفني تقديم الدكتور احمد مذكورا شفته قبل كده الصراحه وشفت شغله الجميل وان شاء الله هيبقى في تعاون في الاكسيا جامد جدا. يعني احنا جبناه وخد اتفرج على المكان واعتقد فبراير ان شاء الله يكون في كورسات على الاندوسكوبيك انترفنشن. هم طبعا هم اصلا بطنيين يعني المفروض ان احنا نعمل الكلام ده لكن احنا في ظهرهم برضو لانه مش ممكن هيقدروا يشتغلوا. يعني دي بريكويزيت انترفنشنال اندوسكوبي لازم يكون في باك اب من جراح ورا منه على طول. فاعتقد ان شاء الله احنا ما نلاش غنى عن بعض. والحاجه المهمه لو ده الكونسبت الموجود عندنا كلنا ان احنا كومبلمنتري احنا كلنا بنشتغل في خدمه المريض مش بنكمبيت مع بعض. فان شاء الله نسمع محاضره جميله اندوسكوبيك انترفنشنال ان ابر جي اي تي ديزيز وير وي ستاند اند بقيه وات تو اكسبكت ان 2023. اتفضل دكتور احمد. طيب السلام عليكم. طبعا تاني برضو سعيد في تواجدي في مركز اورام دمنهور دايما بيتنا ومكاننا. وبشكر طبعا حضرتك على التقديم الجميل ودايما بستفاد اللي احنا بنتكلم قدام اذر سبيشاليتيز بنتعلم وبنستفيد والمالتي ديسيبلينري هو الاساس في الشغل كله في الفيوتشر بتاعنا. انا طلبت منه يحط تايمر عشان الوقت ما يسرقناش. هم دول الانترفينشنز او الابر جي اي تي انترفينشنز اللي ممكن تتعمل اندوسكوبيك. ايزر اللي انا بيكون عندي اندوسكوبيك ريسكشن في الديفرنت بارت سواء اسوفيجاس او ستومك او ديودينم او يبقى عندي مايوتومي هو نيو ترند بالتايبس بتاعتها اللي هنشوفها او اذر انترفينشنز زي حاجات البرياتريك او حاجات البوست برياتريك كومبليكيشنز او الانترال فيدنج سواء بالبيج سواء بالجاستروجينوستومي اللي ممكن تتعمل بالاي او اس دلوقتي. احنا مالي هنبقى بنركز النهارده على الاندوسكوبيك ريسكشن والمايوتومي. حاولت اللي احنا نبقى ابديتد وندخل نشوف ايه الجديد اللي موجود وايه اللي هيبقى موجود في النير فيوتشر. فاحنا معظم الليجن في الاندوسكوبيك ريسكشن اما بتكون ميوكوزال ليجن او سب ميوكوزال ليجن سواء هي سيمبل او كومبلكس. وهنحاول في كل واحده من دول نقول وير وي ستاند والفيوتشر بتاعنا ممكن يبقى ايه. اول حاجه عندنا الاسوفيجس ممكن يبقى عندنا سيمبل ميوكوزال ليجن زي ده بنقدر نشيله بالاندوسكوبيك سب ميوكوزال دايسكشن لو عايزين نشيله ان بلوك بالشروط اللي احنا هنشوفها. ده المنظر بتاع الريسكشن بيت بتاعنا بعد ما بنشيله. احنا الليجن بتاعنا ده داخل تحت في الجاستريك سايد من عند جي جانكشن فوق هنا هنلاقي الزي لاين هيبتدي يظهر هنا. الجزء الغامق شويه ده كان ألسر ده كان ميوكوزال بريك بتاع ريفلكس بس وي كان ريموف الليجن بالالسر اللي موجوده دي. طيب ايه الليميتيشن بتبقى بتاعتنا؟ بيبقى دايما الانسيدنس او الريسك في لنف نود ميتس. ده كان سيمبل ليجن لكن ايفن حتى مور كومبلكس ليجن زي ده الليجن ده متشال اندوسكوبيك. طبعا ده مش الليجن بتاعنا احنا ده كان في السنتر اللي كنت فيه في الصين شايلين حوالي 14 سنتي سيركمفرنشال وايفن بيشيلوا اكتر من كده. ده بيحصل معاه ستريكشر لكن بيبقى ليها طرق للمانجمنت بتاعتها. دي الجابانيز جايد لاينز للاندوسكوبيك ريسكشن في الاسوفيجس. دايما في الاسوفيجس هم بيبقى فيري كونزرفاتيف لان عندنا هاي انسيدنس ان يحصل لينف نود ميتس.
عشان كده اليابانيين غير الاوروبيين حتى في حته السيركمفرنشال. هو بيقسم الليجن، لو الليجن سيركمفرنشال ولا نون سيركمفرنشال. لو الليجن نون سيركمفرنشال ومش معدي الماسكولاريس بروبري ماسكولاريس ميكوزا، يعني هو في اللامنا بروبري بس مش داخل ايفن على الماسكولاريس ميكوزا، بيقول نشيل. طيب لو هو سيركمفرنشال، لو اكبر من 5 سنتي يقول ابعته جراحه على طول حتى لو هو سوبرفيشال، لاني شايفين ان الاستريكشر ومشاكله هتبقى كبيره. لو اصغر من 5 سنتي يشيلها اندسكوبيك. طيب لو الليجن مور ديب، يعني واصل لحد الماسكولاريس ميكوزا، ما دخلش في الصب ميكوزا او داخل سوبرفيشال صب ميكوزا، لو سيركمفرنشال بيروح جراحه على طول بغض النظر عن الحجم والطول بتاعه. لو نون سيركمفرنشال ممكن نشيله وبعد كده نشوف الاسسمنت. دايما بيبقى الفاينل ديسيجن بتاعنا بعد ما نشيل الليجن، ولازم يبقى عندي الداتا دي كلها. يكون عندي انا في ليمفو فاسكولار انفيجن ولا لا؟ لو في ليمفو فاسكولار انفيجن على طول هيروح جراحه. لو الليجن ده داخل في الصب ميكوزا على طول هيروح جراحه. لكن لو الليجن ده مش داخل في الصب ميكوزا، هو لحد اللامنا بروبريا او داخل في الماسكولاريس ميكوزا، وقتها ممكن اقول ان انا كده خلاص ده اندوسكوبيكالي العيان ده ار زيرو، ده كده كيوراتيف. دي جايد لاينز دلوقتي. طيب ايه اللي ممكن يتغير بقى في الجايد لاينز؟ ستيل دي مش جايد لاينز، لكن دي استادي كانت معموله بروسبكتيف ومعموله في اليابان برضو على عيانين عندهم تي 1 اي ليجنز داخله في الماسكولاريس ميكوزا او ايفن داخله في السوبرفيشال سب ميكوزا. والعيانين دول اللي كملوا الاستادي بتاعتها اللي هم 68 واحد كانوا ريسكتد ولقوا الليجن داخل ديب شويه، يعني داخل في الماسكولاريس ميكوزا او في السب ميكوزا. والنتائج بتاعتهم ان هم بعد ما شالوه اندوسكوبيك الفولو اب بتاعهم واحد بس اللي حصل له ليمف نود ميتس، وما كانش فيه اي ديس ريليتد مورتاليتي. وفي كذا استادي اتعملت، في استادي ثانيه في اليابان اتعملت بروسبكتيف على مدى 10 سنين للعيانين التي 1 اي اللي هم رفضوا يعملوا جراحه بعد اما تشال اندوسكوبيك. يعني هو تشال اندوسكوبيك ولقوا الليجن داخل في السوبرفيشال سب ميكوزا او معدي في الماسكولاريس ميكوزا، والعيانين رفضوا يعملوا جراحه، وتابعوهم لمده 10 سنين بس ادوهم وقتها كيمو راديو ثيرابي، لقوا الاوت كام بتاعهم زي اللي عملوا جراحه. ستيل دي مش الجايد لاينز، لكن التوقع ان في الجايد لاينز الجديده هيبقوا مور ليبرال في الدبس بتاع الانفيجن. في حاجات ستيل مش هيبقوا ليبرال فيها خالص زي فكره الليمفو فاسكولار انفيجن، فكره التيومر بادنج، لكن الدبس بتاع الانفيجن كل الترند ماشي ان يبقوا مور ليبرال ويدوا مور سبيس للاندوسكوبيك ريسكشن للديبر ليجن. ده بالنسبه للميكوزا ليجن. طيب بالنسبه للصب ميكوزا ليجن، اوقات ممكن نلاقي ليجن زي ده. ده ليجن موجود عند 24 سنتي من الانسايزرز، كان لايوميوما، بنعمل له اللي بنسميه الستير سب ميكوزال تانل اندوسكوبيك ريسكشن. ده واحده من الحالات بتاعتنا، بنعمل تانل زي البوم اللي في الوش ده بدا يبان الابيض ده على الشمال خالص، ده الليجن. هنا بعد ما عملنا ايزوليشن للليجن وعلى اليمين خالص احنا هنا شلنا الليجن من التانل، بيبقى منظر الليجن كده بعد ما بنطلعه وبنقفل الفتحه بتاعتنا. ده فيديو لحاله ثانيه، انا اللي تحت خالص ده وان الليجن، بعمل التانل انا تحت هنا الماسل فوق الميوكوزا، بحاول ابقى انا متاكد ان انا دايما في الدايركشن بتاع الليجن. ببتدي دايسكت الليجن، عندي بدا يبان فوق هنا. ده بيديني ميزه ان الليجن اللي طالع من الماسكولاريس بروبريا انا ما كنتش اقدر اشيله قبل كده اندوسكوبيك لان انا هعمل بيرفوريشن، لكن بالطريقه دي اي كان ريسكت الليجن وانا محافظ على الميوكوزا انتكت، وبعد كده اقفل الميوكوزا بتاعتنا بالشكل ده. معظم الليجنز اللي بتكون بالشكل ده في الاسوفيجاس بتبقى لايوميوما، الجست فيري 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 رير، عشان كده دي بتبقى فيري بينيفيشال للعيانين دول، خاصه ان الليجن ده بيكون في الثوراسيك اسوفيجاس. الليجن ده ممكن يبقى اكبر من كده، مش بس يبقى سمول ليجن زي ده، ده لارج ليجن. دي برضو حاله من الحالات بتاعتنا، برضو ليجن موجود في السيرفايكال اسوفيجاس، نفس القصه تحت هنا الماسل وفوق الميكوزا، الليجن كان طالع من الديب ماسكولاريس بروبريا، فاحنا احتاجنا نعمل فول سيكنس ريسكشن عشان نشيله، وبعد كده بنقفل التانل بتاعنا. وده كان منظر الليجن، قطعناه عشان احنا قبل كده عارفين انه لايوميوما، واخدين منه بايوبسي، وده منظر الفولو اب بتاعنا، بيبقى توتالي سيلد انسيجن والليجن ما بقاش موجود. طيب ايه الفيوتشر بتاع الليجنز اللي زي دي؟ دي ده فيديو، ده برضو احد الاساتذه الصينيين اللي كنت معاهم. هنا عاملين ليكس اللي هي اللابروسكوبيك اندوسكوبيك، او هنا تحديدا اللابروسكوبيك ثوراكسكوبيك كوبريتد سيرجري. الليجن ده كان معظمه طالع في الثوراسيك كافيتي، فعمل له تانل زي اللي احنا عملناه وسلك الليجن من هنا، وبعدين بدا الجراح يدخل ثوراكسكوبيك كمان، يبتدي يشيل الليجن. والعيان ده كان عنده زي بالمونري نوديول، فكان محتاج يشيل الليجن ويشيل النوديول دي.
يعني حضراتكم تفيدونا اكتر، بس يعني اللي انا فاهمه ان ده كده هيبقى ليس انفيزيف وممكن يسهل الموضوع. هو فعليا شال الليجن ثوراسيك، لكن هو احنا سلكناه من الاسوفيجس وعملنا التانل وما بقاش ماسك خالص في الميوكوزا، بقى سالك جوه التانل وبعدين شاله بعد كده من هنا من جوه ثوراكوسكوبيك، وبعد كده بدا يقفل ويشيل النوديول اللي هي كانت موجوده هنا. وهو ده الفيوتشر، ان يبقى فيه كوبريتد سيرجري سواء اندوسكوبيك لابروسكوبيك او اندوسكوبيك ثوراكوسكوبيك، وده بيدي مينيمالي انفيزيف اوبشن للعيانين. طيب ده بالنسبه للاسوفيجس. طب بالنسبه للاستومك، بالنسبه للاستومك اجين انا ممكن يبقى عندي سيمبل ميوكوزا ليجنز، دي كلها بعض الليجنز اللي احنا ممكن نكون شلناها من الاستومك عن طريق الايز دي، وده الليجن اللي احنا شلناه مع بعض امبارح. ببساطه تاني زي ما احنا شفنا، انا بمارك الليجن وبعدين ببتدي دايسكت. يمكن الليجن ده اللي انا عرضه كان فيه تشالنج اللي هو عند البايلورس، لكن بنفس الفكره بنشيله ونقدر نبقى شايلينه ان بلوك، وبعد كده اقول هو كومبليت ريسكشن ولا لا بعد ما اشوف الباثولوجي. لكن اوقات يبقى عندي كومبلكس ميكوزا الليجن، كل شويه حجم الليجن اللي ممكن اشيله بيزيد از لونج از اللي هو انفلاماتوري. لو هو مالجننت ببقى انا ليميتد بالسايز، لاني لما السايز بيكبر الانسيدنس اوف ديف انفيجن بتعلى. فالجابانيز ليميت بيتكلموا في 3 سم، في بعض الايشن كونتري بيتكلموا اب تو 5 سم لكن مش اكتر من كده. للاسف انا ما قدرتش اجيب الفيديو بتاع الحاله دي، بس دي حاله كانت منشوره في دي دي دبليو اللي هو اكبر مؤتمر عندنا في جي اي تي السنه اللي فاتت. الليجن ده بادئ من اول الجي اي جانكشن لحد البايلورس. احنا نتخيل ده حجمه ممكن يبقى قد ايه؟ 20. ده الليجن، هو عمل تكنيك معين لو عمل طنل، وبعد كده هنا وهو بيطلع الليجن من بق العيان، والليجن كان 41 سنتي في 11 سنتي. هو بادئ من اول جي اي جانكشن لحد البايلورس، واستعمل هو تكنيك معين اللي هو عمل طنل وبعد كده فتح اللاترال ايدجز. طبعا ده كان حاجه زي هامر توميتس، ده لو بريمال لو ادينوما ما ينفعش نشيله بالحجم ده، لاني ده مش هيبقى ار زيرو ريسكشن، لان احنا ليميتد بالسايز بتاعنا في البري مالجننت ليجن غير البناين ليجن في الاستومك. في الكولون ما عندناش الليميت ده، لكن في الاستومك عندنا الليميت ده. طيب الفيوتشر بتاع الميوكوزا ليجنز ايه؟ دي كانت بيبر ظريفه جدا بيتكلم ان اللي دلوقتي ممكن يبقى غلط ده في المير فيوتشر ده ممكن يبقى قمه الحكمه. هم بداوا يفرقوا بين الليجنز اللي هي في الاسوفيجس والبارت اللي هي عند جي اي جانكشن، بداوا يعملوها زي الجاستريك. ففي الجاستريك الليميت بتاعنا بتاع الريسكشن بيزيد شويه، انا ممكن ادخل في الصب ميوكوزا اب تو نص ملي اللي هي اللي هي ال 500 مايكرون، فانا ممكن ادخل اب تو نص ملي. ده في الاستومك. في الاسوفيجاس هو مش كده، لكن ده في النير فيوتشر هيتغير. وهنا النقطه الثانيه بقى في الصب ميوكوزا الليجن اللي في الاستومك، دي برضو الجابانيز جايد لاينز بيقسم العيانين بتوع الاستومك حسب السايز وحسب اللير اوف اورجن. انا لو السايز بتاعي، احنا بنتكلم هنا على الجست، لو السايز بتاعي اكبر من 5 سم ده جراح. طيب لو السايز بتاعي اصغر من 5 سم انا ممكن اشيل الاندوسكوبيك بالديفرنت تكنيك. لكن مش السايز بس اللي بيفرق معايا، انا بيفرق معايا الميتوتيك اندكس. لو انا لو ميتوتيك اندكس انا ممكن اشيل الاندوسكوبيك، هاي ميتوتيك اندكس ده لازم جراحه. بين الاثنين ما بين 5 و10 انا ممكن اشيله اندوسكوبيك، لكن لازم هياخد معاه كيموثيرابي، هياخد معاه جليبك. وبعدين دي تقسيمه بيقول الطريقه اللي ممكن تبقى مناسبه اللي انا اشيله بيها اندوسكوبيك. دايما كان بيبقى فيه اللاير اوف اورجن بتفرق. ده دي احد الحالات بتاعتنا، ده ليجن جست وفي السر صغيره موجود عند البايلورس. ده الاي او اس كان طالع من السوبرفيشال ماسل لاير، عشان كده شلناه اندوسكوبيك. ده المنظر بتاعنا، الماسل فضلت انتكت، الليجن بتاعنا اتشال، وهنشوف الليجن بعد كده متشال بالكبسول، لازم بيروح تاني للباثولوجي ويقول لنا الميتوتيك اندكس بتاعته ايه. ده كان الميتوتيك اندكس بتاعه 6، فعشان كده احتاجت كان قدامها تو اوبشن، اما تعمل جراحه او تاخد جليفيك، وهي اختارت، والدكتور الانكولوجي كان شايف ان هي اديها الجليفيك بتاعها. طيب دايما كان بيبقى فيه مشكله في الليجنز اللي هي معظمها اكسوفيتيك، يعني هي جست وجوه الكرايتيريا بتاعنا اندوسكوبيك لكن معظمها طالع بره في السيروزا. هنا مكتوب ان هي كان يتعمل لها ليكس اللي هي لابروسكوبيك اندوسكوبيك زي اللابروسكوبيك ثوراكوسكوبيك اللي كانت بتبقى معموله. في ترند جديد او دي حاله اتنشرت، نشروها برضو مجموعه من الصين، على ان هو بياخد الترانس ليومينال روت، حاجه زي النوتس. ده الحاله بتاعتهم هم طبعا. هو هنا عمل طنل
عشان يشيل الليجن اللي تحت دون من الاستومك، زي التانل اللي احنا بنعمله عادي، بس جه قبل الليجن ب 2 سم بدا يعمل فول سيكنس ماوتومي، هو كده قطع المصل وخرج بالمنظار في البريتونيه وبدا يشوف الليجن من بره بدل ما بيشوفه من جوه بس، وبدا هنا يحقن عشان يبعد بينه وبين المصل، وبدا يقطع في السيروزال بارت بتاعه ويدايسكت الليجن من بره. هو كده طلع ترانس ابدومينال، ده اللي بيسموه النوتس او النورمال اورفيس. باي ذا واي كل الاختراعات دي اللي عملها جراحين، يعني جراحين بيشتغلوا مناظير، كل التكنيكس يعني اللي بيعمل ده دكتور زوده هو جراح، فبيبقوا فاميليار اكتر مع الاناتومي، بيبقى عارف هيتعامل ازاي لو في حاجه بره. هو بعد ما شال الليجن طلع الليجن دخل بالمنظار تاني، هو كده بروتينيال بيعمل كواجيليشن بعدين هيقفل، والدياجرام اللي هو معمول في الجنب ده موضح هو دخل وطلع بره، بدل ما سلك الليجن من جوه سلكه من بره وبعدين قطعه وخده دخله جوه وبعدين قفله بالكليبس. وده ممكن يبقى احد الحلول، ده كان مكان الليجن الحته اللي هو واقف عندها، وده الليجن لما طلع بره، فده كده اوقات بيدي حلول لبعض الاكسوفيتيك ليجن. طيب بالنسبه للديدينم ممكن يكون عندنا سيمبل ليجن زي ده، ده برضو احد الحالات بتاعتنا، لاترال سبريدنج تيومر موجود في الديدينم، شلناه بالاي ام ار وقفلناه بالكليبس، بس ممكن يبقى عندنا كومبلكس ليجن زي ده، ده ليجن موجود حوالين البابيلا. طبعا ده مش الحاله بتاعتنا، دي كانت منشوره مجموعه من اليابانيين هم اللي كانوا نشرينها. هو هنا بيعمل اندسكوبيك سب ميوكوزال دايسكشن للاترال سبريدنج انفولفنج البابيلا، وبدا بيستعمل هنا تكنيك معين، النايف دي حاجه اسمها كلاستر كات نايف اللي هي بتبقى عامله زي المقص، لان الديودينم فيري ريسكي اللي يتعمل فيه الانترفينشنز دي، والامريكان والاوروبيان جايد لاينز بيقولوا ما نعملش فيه، اليابانيين بس اللي بيشتغلوا ده. اللي هو بيقطعها دي البابيلا، ده كده بيقطع المصل بتاعه البابيلا، وبعدين هيبتدي يوري دلوقتي دي البايل داكت، وهيوري البنكرياتيك داكت دلوقتي، وقشر الليجن من فوقيها وشالها، ده البايل داكت ودي البنكرياتيك داكت، بعد كده شال الليجن بتاعه ان بلوك، بعد كده هيحط بالاي ار سي بي بنكرياتيك ستنت وبيلياري ستنت. This is a very complex، وزي ما قلنا كل الجايد لاينز الامريكيه والاوروبيه بيقولوا ما نعملش ايز دي في السمول باول، واحنا هنا ما بنعملش ده بصراحه، لكن ده ممكن يبقى الفيوتشر، وده اللي اليابانيين بيعملوه، هم اللي اخترعوا التكنيكس دي، مع الوقت بيبقى خلاص اللي احنا بنعمله دلوقتي بالنسبه لهم سهل، فبيعملوا مور كومبلكس بروسيدجرز. طيب دي الحاجه الوحيده اللي كانت مختلفه، ايه الفيوتشر بتاع الديودينم في اللاترال سبريدنج تيومرز؟ احنا بنقول اللي هو ريسكي، والريسك اوف ديليد بيرفوريشن فيه بيوصل اب تو 40% في الديودينم. الكولد اي ام ار ده حاجه فيري سيمبل، اللي هو بيجي بيقطع من غير الكترو سيرجيكال كارنت خالص، يمسك ويقطع. دي ستادي كانت معموله، كان عاملها مجموعه اوروبيه ريبيتشي في السنتر بتاعهم، واتعملت على عدد كبير من العيانين، لقوا اللي لما يشيلوا الليجنز بتاعت الديودينم دي بالكولد مجرد يقطع من غير ما يعمل كارنت، الكومبليكيشن تقريبا زيرو، والريكرنس ريت زيه زي الهوت. فدي الريكومنديشن في الفيوتشر، اللي احنا نعمل مور سيمبل اند مور سيف بروسيدجر، عكس كل الحاجات الثانيه اللي كنا بنقولها اللي هي غالبا بتبقى مور كومبلكس. اوقات بنلاقي ليجنز احنا مش فاهمينها، مور رير ليجنز شكلها غريب، بقينا نبقى اجرى اللي احنا ممكن نشيلها اندوسكوبيك. دي بعض الاكزامبلز، ده كان ليجن في الاستومك، عيانه عندها ريكرنت انيميا، وشايفين في الفندس الليجن ده، الليجن ده كان بيعمل زي بولاند فالف، يدخل يقفل البايلورس ويرجع تاني، شلنا الليجن ده اندوسكوبيك، ده كان المنظر بتاعه، وطلع انفلاماتوري بوليب، بس حاجه فيها الوتو فايبروزيز ا فيري رير بوليب، لكن حاجه بناين وكانت سيمبل، واحنا بنشيلها الاستوك بتاعها كان صغير. دي كانت كيس ريبوت منشوره في الجي اي اي على ميتاستاتيك ميلانوما، كانت موجوده في الاسوفيجس الحته البني اللي فوق، واتشالت اندوسكوبيك. ده اسوفوجيال، عارفين ده ايه؟ هيمنجيوما، هيمنجيوما، واحنا عندنا كيس سيريس لثلاث حالات وبنجهزهم اللي احنا يتنشروا. دي اسوفوجيال هيمنجيوما، رغم ان هي فيري فاسكولار هي برضو ممكن تتشال اندوسكوبيك. دي احد الحالات بتاعتنا برضو، ده كان رير ليجن، الليجن ده احنا هنا عند جي جانكشن تحت، عنده ريكارنت انيميا وعنده ديسفيجيا، الليجن بادئ من عند جي جانكشن ومكمل معانا فوق زي ما احنا شايفين، احنا ده كله طالعين جوه الليجن. لما عمل اي او اس كان طالع ان دول ثلاثه ليجنز، حقيقه احنا بعد كده اكتشفنا زي ار 1 ليجن، بس ليه اكتر من راس، فكان مدي المنظر ده، لحد ما طلعنا فوق خالص تحت الابر اسوفجيال سفنكتر، ده كان المنظر وده كان الاوريجين. والام ار اي بتاعنا كان طالع كويس، ما كانش خد بايوبسي،
باليو اس، لان هنا الليجن ده كله ما كانش فيزبل ان ياخد منه بايوبسي، فاحنا وي ديسايد اللي احنا نبتدي الريسكت الليجن من الاورجين بتاعه هنا. لكن وده كان الطريقه اللي احنا عملنا بيها، ده اسمها الهايبريد نايف، دي حاجه مختلفه عن اللي كنا بنشتغل بيها امبارح اللي دكتور ايمن كان بيقول عليها بينوه عليها، اللي هي فيها الاربيجيت اللي احنا من خلالها بنقدر نحقن ببريشر وبنقطع بنحقن كل شويه الازرق ده من الحقن اللي احنا بنعمله، وبنبتدي نقطع ونبتدي ندايسكت الليجن بتاعنا. طبعا زي ما قلنا احنا بادئين جاست بلو الابر اسوفيجيال سفنكتر، ودي كان الاورجين بتاعنا اللي احنا شايفينه، المكان كان ضيق شويه بس ستيب باي ستيب بدانا ندايسكت. البروسيدجر بتاعتنا كانت فيري فيري فاسكولار وفيري بلادي، كل نقطه كان بيكون عندنا ارتيريال بليدنج زي اللي احنا شايفينه وكنترول، ايفن حته زي دي احنا مش شايفين اي فيسلز، والحته دي وي دونت سبوز اللي احنا نلاقي فيها فيسلز، واحنا بنقطع من الجنب هنا لونها عادي خالص زي ما احنا شايفين، مجرد ما بنيجي نقطع بنلاقي المنظر ده بتاع الارتيريال بليدنج. بعد كده وي مانج اللي احنا ريسكت الليجن كله، الليجن هنا واحنا هنا بنزقه في قلب الاستومك من الاسوفيجس، ده الليجن بتاعنا وهو في قلب الاسوفيجس. بعد كده زقنا الليجن في الاستومك، وده من الريتروفليكشن، ده كان منظر الليجن، لقينا الهيوج ليجن ده كان كله الليجن، هو وان ليجن لكن كان مدي المنظر ان هو 3 ليجن عشان السايز بتاعه. شلنا الليجن بعد كده طلعناه، ما كانش ينفع نطلع ده كله بيس ميل. ده كان المنظر بعد ما خلصنا، اكتشفنا ان في ستوك صغير بادئ من الاراتينويد، الليجن ده كان اوريدي اورجينيتد من الاراتينويد، الليجن ده بعد كده طلع جاينت فايبرو فاسكولار بوليب، وده كومن ان هو يطلع من هنا، واعتقد دي اول حاجه ريبورتد في الليتريتشر بالحجم ده تتشال بالطريقه دي. اللي احنا عملناه هنا اللي احنا عملنا باندلايجيشن للستام بالحته الصغيره اللي بادئه دي عشان يحصل لها سلافنج وتنزل بعد كده، ده كان الباثولوجي بتاعنا جاينت فايبروفاسكولار بوليب، وده كان الفولو اب بتاعنا بعد 6 شهور. هنلاقي الدنيا كلها ما فيش حاجه خالص، احنا هنا الابر اسوفجيال سفنكتر طالعين سلولي، هنلاقي الاراتينويد هنا بالكي. طبعا بعد ما احنا عملنا وشلنا الليجن ده ناخدنا راي زمايلنا بتوع الاي ان تي اذا كان في حاجه تتعمل واحنا كده كيوراتيف ولا لا، وخدنا زمايلنا بتوع الاورام وعملنا ام ار اي وعملنا بيت سي تي، الكل اجمع ان دون بناين، والجزء اللي باقي ده البالكي مش محتاج حد يتعمل له دي بالكينج بالليزر اللي هو بادئ في الاراتينويد، وما بقاش عامل اي سيمتومز للعيان بتاعنا، واحنا برضو بنجهز اللي احنا ننشر الحاله دي ان شاء الله. طيب دايما واحنا بنعمل اللي احنا بنقول عليه ده لازم يبقى عندي سوليد انديكيشن لكل حاجه بعملها. لو انا عندي لايبوما في الكولون مش عامله سيمتومز ما شيلهاش، لو انا عندي لايوميوما في الاسوفيجس ومش عامله سيمتومز ما شيلهاش، وادخل اعرض نفسي ان انا ادخل في كومبليكيشن لحاجه نون انديكيتد، ولازم ابقى ريدي ان انا اتعامل مع الكومبليكيشن. ده بالنسبه للاندوسكوبيك ريسكشن. بالنسبه للمايوتومي، اول حاجه واشهر حاجه بتتعمل دلوقتي بنشوفها كتير هي البويم، ده بيبقى المنظر بتاعنا واحنا بنعمل المايوتومي. تحت هنا ده الاورينتيشن بتاعنا مختلف شويه، انا فوق الميوكوزا قدامي الماسل، تحت هنا سواء الاسوفوجيال الميدياستاينم او البروتينيوم اكوردنج للنقطه اللي انا بقطع فيها، بقطع سلو سلو ببقى شايف فوق خالص هنا الميوكوزا، لو هنلاحظ دي الفيسلز بتاعت الميوكوزا من فوق. احنا لازم بنعمل الكلام ده اندر فيجن فيري كوشس، لان بلاقي فيه اوقات فيسلز في البيز زي ما احنا شايفين في ارتري معدي تحت الماسل هنا، لو انا قطعت بسرعه وانا مش واخد بالي اي ويل هاف ارتيريال بليدنج هنا، والكنترول بتاعه بيبقى سخيف وبياخد وقت. اللي ورا ده الدايفراجم على فكره، باي ذا ده الدايفراجم، واحنا هنا كده في الجاستريك سايد، وده بعض الارتريز اللي بتكون موجوده في الاستومك اللي بتشوفها، فلازم نبقى فيري كوشس واحنا بنعمل معاها. مش هطيل في البوم لان هيبقى لينا كلام عليه بعد كده. ايه الفيوتشر في البوم؟ الفيوتشر في البوم احنا زي ما قلنا امبارح احنا في كونسيرن على البوم، فكره الريفلكس 20% من العيانين اللي بيعملوا بوم بيجي لهم سيمتوماتيك اسيد ريفلكس، يحتاج يمشي على لونج تيرم بي بي اي. 20% دي لو احنا واخدين كل الاشتراطات، اللي انا ما مشيتش في الجاستريك سايد اكتر من 2-3 سنتي وحافظت على السلينج فايبرز، الفيوتشر هنا بيعملوا حاجه اسمها بوم اف او البوم فاندوبلايكيشن، دي اللي عملها امول، ده جراح برضو. الفكره بتاعتها ان هنا لازم بيشتغل انتيريور ابروتش، ما يشتغلش بوستيريور ابروتش زي ما احنا بنشتغل. وبعد لما بيبتدي يعمل البوم بتاعه ويخلص البروسيديور بيدخل بمنظار ترانسنيزل يبقى شايف الفندس، وبعدين بيجي يبتدي من الانتيريور ابروتش يقطع السيروزا عشان يطلع في البروتينيوم. هو كده بيطلع بالمنظار في البروتينيوم. يعني احنا ما لناش دعوه بالكلام ده، ما اعتقدش احنا هنفكر نعمله في مصر،
خلاص. لكن هو بيطلع بيقول انا بشوف الليفت روب بتاع الليفر وبعدين باجي ببص شمال وادي اب ابتدي اشوف الفندس، بيبتدي ينقي الجزء من الفندس اللي هو لو شده هيعمل راب. هنلاقي الصوره الصغيره اللي تحت دي هو شايفها بالمنظار الصغير الثاني، بيعلم النقطه اللي هي من خلالها هيقدر يعمل راب ويلسحها، بعدين يدخل باند لوب يقوم ماسكها تاني يحط عليها اربع كليبسات هنا، وبعد ما بيحط عليها الاربع كليبسات دول بيشد الاند لوب دون جوه فيبتدي يعمل الراب في الجزء اللي احنا شايفينه تحت هنا، وبعدين يطلع ويقوم مقفل البتاع بتاعه. ستيل دي مش جايد لاينز، وستيل دي يعني حاجه الهنود عاملينها، الامريكان بداوا يعملوها كمان، لكن ممكن يبقى ده في الفيوتشر احد الحلول اللي تخلينا في السيم سيشن ان يعمل بوم ويعمل فاندو بلايكيشن. الحاجه الثانيه الزي بوم او الزينكر بوم، ده احد الحالات بتاعتنا تاني. ده ولد وعنده زينكر، الزينكر هنا سمول ممكن يبقى اكبر من كده زي ما احنا شايفين. شمال ده الدايفرتيكولار سايد ويمين ده الاسوفوجيال سايد، نفس الفكره بتاعت التانل، بنعمل انجكشن عشان نملى الصاب ميوكوزا، وبعد كده بندخل نبتدي نقطع بالنايف الميوكوزا دي ونبتدي ندخل في الصاب ميوكوزا السبيس. احنا اندسكوبيك قبل كده كان ممكن نعمل ايه؟ كان ممكن بنعمل سيبتوتومي، نيجي نقطع السيبتوم دي، مشكلتها الريكرنس ريت فيها بيبقى عالي عشان انا ما بقدرش اعمل اكستندد اسوفوجيال مايوتومي في الجزء بتاع المص اللي هو داخل في الاسوفيجاس، فبيبقى فيه ريكرنس ريت مش قليل. انا كده دخلت بالمنظار تحت الميوكوزا وهبتدي ايزوليت السيبتم يمين وشمال. انا كده تاني بدايسكت الصاب ميوكوزا وهنبتدي نشوف السيبتم. المنظر اللي انا كنت شايفه من بره السيبتم على شمالي اهي، دي السيبتم بس انا شايفها من جوه من تحت الميوكوزا. انا كده بدايسكت في الاسوفيجيال سايد وبعد كده هدخل في الدايفرتيكولار سايد وايزوليت السيبتم خالص من الصاب ميوكوزا وامشي في الاسوفيجيال سايد 2 ل 3 سنتي. انا كده ده البيز بتاع الدايفرتيكولم، اقعد احقن لحد ما الاقي مفيش صاب ميوكوزا خالص، فانا كده وصلت للبيز، وبعد كده اطلع وادخل في الاسوفيجيال سايد، بعدين ابتدي اقطع السيبتم اندر فيجن زي ما انا شايف وانا كفرد من الميوكوزا من فوق. هنا احنا لسه بندايسكت في الاسوفيجيال سايد اللي تحت هنا، ده السيبتم، وبعد كده هيبقى مكمل كابر اسوفيجيال ماسلز. الماسلز اللي بدات تبان هتبتدي تبان تحت دلوقتي، دي بتاعه الابر اسوفيجس مش بتاعه السيبتم. السيبتم خلاص انا عملت ايزوليشن ليها في الدايفرتيكولار سايد، وبعد كده باجي في الاسوفيجيال سايد بكمل جوه الاسوفيجس 2 ل 3 سنتي، وده اللي انا بقدر اعمله هنا عشان اعمل كريكو فرينجيال ماسل، اقدر اعمل لها اكستندد مايوتومي في الاسوفيجيال سايد. ده انا ما اقدرش اعمله بالسيبتوتومي العاديه، ده هنا الدايفرتيكولار سايد وهناك الاسوفيجيال سايد، وبعدين ابتدي اقطع السيبتم بتاعتي. اوقات بنستعمل نايف ثانيه اللي هي الانزوليتد تيب. السيبتم احنا لاحظنا لما بنقطعها بتبقى لو كانت 2 سيبتم، يعني الاولانيه في القطعه الاولانيه هي حته واحده، بعد كده بلاقي قسمت زي 2، لو ما كناش مركزين واخدين بالنا ممكن اسيب منها ريمننت، فلازم ببقى سلولي وفيري كوش. انا كده قطعت كل الدايفرتيكولار سايد، هنبتدي ندخل في الاسوفوجيال سايد اكمل 2 ل 3 سنتي في الابر اسوفيجس كمان. اللي انا بقطعه ده هنبتدي نقطع ابر اسوفوجيال مايوتومي عشان اقلل فكره الريكرنس. فانا كده اللي انا بقطعه ده اسوفيجس، ده ابر اسوفوجيال ماسل اسوفيجس، ببتدي اكمل فيها من 2 ل 3 سنتي. بلاقي المنظر كله هو خلاص بقى وال يومين، ما بقاش فيه سيبتم موجوده هنا، وبعدين بطلع اقفل الانسيجن اللي انا عملته بالكليبسات. ده كده المنظر بعد ما نكون خلصنا. تاني حاجه بعملها حاجه اسمها الجي بويم او الجاستريك بويم او البايلورومايوتومي للعيانين اللي عندهم جاستروباريسيز. ده عيانه عندها ايديوباسيك جاستروباريسيز والبايلورز بتاعتنا تايت، لازم بنعمل جاستريك امتي تيست، جاستريك سنتيجرافي الاول عشان نكونفيرم اللي احنا عندنا ديلي جاستريك امتي. ونفس الفكره تاني، انا قبل البايلورز ب 5 سنتي بحقن بعمل الميكوزا الانسيجن بتاعي. العيانه دي طبعا يعني لفت كتير، وفكره الجاستروباريسيز احنا هنا اندر دايجنوزد في مصر جدا، ولازم نبقى كلنا مايندد بفكره الجاستريك امتي تيست اللي احنا نعمله. هنا بعد ما انا وسعت بدخل تاني في الصاب ميكوزا، تحتية هنا المصل، فوقية الميكوزا، في الجاستريك سايد بيبقى الفيسلز عندنا يعني اكثر سمكا ومور فاسكولار عن الاسوفيجس. ده كده منظر البايلورس، انا كده عملت ايزوليشن للبايلورس اللي في وشي دي خالص البايلورس، وراها ديودينا الميكوزا. اي شود بي فيري كوشس عشان لو قطعت ديودينا الميكوزا هيبقى عندي مشكله كبيره جدا. دايما يقولوا كده في الليتريتشر من غير ما يقولوا لنا نعمل ايه لو اتقطعت الديدين الميوكوزا هنا. بعدين بستعمل انسوليتد تيب نايف عشان ما تقدرش توصل الكرنت الايدج الثانيه، فما تلسعش الاسوفيجيال ميوكوزا، وابتدي اقطع البايلورس.
انا هنا كده بعمل البايلوروميوتومي، بقطع البايلوريك ماسل، بعدي تاني عشان اخد الفايبرز كلها، وبعدين ببتدي اقطع لتحت كده زي ما احنا شايفين واضحه قوي البايلوراس يمين وشمال، ونبتدي نقطعها. سيمبل بروسيدور، التايم بتاعها اقل من 30 دقيقه زي ما احنا شايفين البايلوراس بايت وايدلي اوبند. الافيكاسي بتاعتها مش زي الجاستروجينوستومي، احنا بنتكلم من الكلينيكال سكسس هنا ان العيان ده سيمتومز تروح مش اكتر من 70%، لكن الجايد لاينز دلوقتي بتحطها ان دي تبقى فيرست ستيب بعد الميديكال تريتمنت، لو ما كانش ريسبوندنج هيحتاج يعمل جاستروجينوستومي. طيب اخيرا دي حاله، ده عيان 40 سنه عنده ابدومينال بين بريزيستنت فوميتنج شيست بين، عمل منظار قال ان فيها هياتس هيرنيا، فدخل عمل نيسان فاندوبلايكيشن. بعد النيسان فاندوبلايكيشن العيان ده السيمتومز بقت مور بروجريست، وفقد 25 كيلو من وزنه. هو في ايه المشكله اللي حصلت هنا؟ طبعا طبعا يا فندم، هو مشكله ما عملش مانومتري قبل النيسان فاندوبلايكيشن، واعتمد المنظار قال ان في هياتس هيرني. طيب العيان جه عنده سيمتومز ريكارنت وبرزيستنت، طلبنا له المانومتري، طلع العيان دون كوركسكرو اسوفيجس جاستريك اوت فلو اوبستراكشن، وكل الاسوفيجس باستيك، وقمنا احنا جايين عاملين نسن من تحت ومبرشمين. فده كان المنظر. اتكلمت مع زمايلنا بتوع الجراحه عندنا في الجامعه، طب انا يعني ما اشتغل، احنا كنا بنشتغل عينين بوست هيلر، لكن بوست نسن وملفوف 360 درجه هنعرف نعدي بالمنظار ولا لا؟ قال لي طب ادخل بص بالمنظار شوف. دخلت لقيت العيان معدته مليانه اكل، عملنا جاستريك امتي تيست، طلع العيان عنده ديليد جاستريك امتي اولموست، ده كومبليكيشن بوست اوبراتيف بالفيجن نيرف انجري، وده اوقات ممكن يحصل. فبقى العيان عنده موتيليتي ديس اوردر وعنده جاستروباريسيز، وانا ربطه من تحت. فخدنا الديسيجن اللي احنا نعمل بوم وجي بوم في نفس السيشن، لحد دلوقتي على حدود علمنا ما اتعملتش في العالم قبل كده، واحنا اول حاجه عملنا الكونكوميتنت مع بعض، واحنا خلاص يعني في اخر خطوه للنشر بتاعها، فعملنا في السيم سيشن بوم وجي بوم. هنلاقي هنا المنظر بتاعنا، هنلاقي الكليبسات بتاعه البوم موجوده فوق خالص، احنا عاملين فيري لونج تانل 22 سنتي، والكليبسات بتاعه الجي بوم، وكان في ماركت امبروفمنت للعيان. فالرساله اللي احنا بنقولها هنا اللي احنا لازم نعمل قبل الاوبريشن، سواء هنعمل حاجه اندوسكوبيك من الحاجات اللي بتتعمل، سواء حاجه جراحه لازم اعمل مانومتري واعمل بي اتش متري. تاني لازم ابقى انا ريدي للكومبليكيشن، ويبقى مانجد الايرلي ديتكشن، ولازم ابقى مانجد في المالتي ديسبلينري تيم. دي اخر حاجه انا هقولها. الليجن اللي انا حطيته ال 14 سنتي الجميل اللي احنا شلناه ده وكان شكله حلو، مش دايما الامور بتمشي بالبساطه دي، احنا حصل عندنا ليك في العيان ده. الكليبسات بتاعتنا، طيب محتاج دقيقه لو الكليبسات بتاعتنا فكت. بعد يومين العيان بدا يبقى فيفرش، الليكوسيتك كاونت بتاعنا بدا يبقى عالي، عملنا سي تي. عملنا سي تي طلع عندنا كونتيند ليك موجود. طبعا احنا عاملين فول سيكنس مايوتومي وشايلين كل الباك جراوند بتاعت الماسل بتاعت الاسوفيجاس من الباك.
بس ما الوقت ما يسرقنيش. طيب فلقينا عندنا الليك ده المنظر اللي احنا دخلنا لقيناه. ده عندنا ميدياستاينال انفكشن، المسلز متشاله في الجزء ده، واحنا هنا في الثوراسيك اوسوفيجس بادئين من حوالي 24 سم من الانسايزر، وكان الديسيجن بتاعنا اللي احنا نعمل اندسكوبيك فيكيوم ثيرابي. بعد اما اي كونسلتد بعض زمايلنا اللي موجودين بره، احنا كان اول مره نعملها في مصر. فكره الاندسكوبيك فيكيوم ثيرابي دي بتبقى فيري افكتيف لكل الانستوماتيك ليك، سواء بوست اوبراتيف، اوقات ممكن السوتشرز تفك، او حاجه عندنا اندسكوبيك زي دي. بنجيب الرايل وبنحط عليه الشاش، وبعدين بنحط عليه الانتي بكتيريال تاب اللي هو الاصفر ده، وبنقعد نخرمه عشان يبقى كله بيعمل ساكشن، بنوصله بره من نيزل بكونتينوس نيجاتيف ساكشن. العيان من تاني يوم على طول الفيفر راحت، السي ار بي بدا ينزل، وده كان منظر الفولو اب بتاعنا بعد ما دخلنا. الكلبسات اللي ما وقعتش، الميوكوزا بتاعتها هيل، ده خلاص هنلاقي فوق في اربع كلبسات ما وقعوش، فالميوكوزا هيل، والكلبسات اللي تحت هي اللي وقعت، فبدا يبقى فيه المنظر ده موجود. العيان كلينيكالي بقى احسن، وبدانا نفكر هنعمل ايه تاني. فبدانا نشيل الكلبسات اللي موجوده وحطينا انذر فاكيوم، غيرنا الفاكيوم ده مره والثانيه، وبعدين دخلنا بقى المنظر ده اللي موجود عندنا. عندي الديفكت الصغير اللي موجود ده والميوكوزا فوقيه، حققنا كونتراست، اتاكدنا ان ده مش مواصل بالميدياستاينم، ده حاجه بلايند. عشان نبروموت الهيلينج بدانا نقطع الميوكوزا اللي موجوده فيه فوقيه عشان نخليه هو وان سبيس، وحطينا اخر فاكيوم مش جوه الديفكت، جوه الاسوفجس اليومن نفسها، وده كان المنظر بتاعنا اللي كان موجود بعد كده بعد 10 ايام من اخر فاكيوم. الموضوع كان طبعا ستريسفول، الموضوع فيه موربيديتي في عيان زي دون، فاحنا واحنا بنعمل الانترفينشنز دي لازم نبقى فاهمين هي مش سهله، عشان كده لازم اعملها العيان انديكيتد، وابقى انا لو حصل عندي كومبليكيشن اديتكت بدري واتعامل معاها. احنا الحمد لله من اول ما بدانا البروجرام بتاعنا في 2019 عملنا حوالي 237 حاله في ديفرنت انترفينشنز ما بين الايز دي والبوم والجي بوم والزي بوم. عملنا لايف ديمونستريشن لحوالي 28 حاله، كان عندنا 2 كيسز وبوست اوبراتيف ليك، العينه اللي احنا شفناها دي وعينه ثانيه كانت بوست بوم تايب 3 اكاليزيا، وكان عندنا 1 كيس احتاج ان هي في انتر بروسيدجر برفوريشن واحتاج جراحه. كان عندنا 3 عيانين ديلي بليدنج مانجد اندوسكوبيكالي، ما كانش عندنا مورتاليتي. شكرا جزيلا واسف على الاطاله. Thank you very much, Dr. Ahmed, for this great work and the great talk. We'll open for discussion. Any question, Dr. Razin? The investigation of a choice of depth assessment in lesions. انتوا على طول بتعتمدوا على EUS، لان حضرتك انا شايف ان حضرتك بتتكلم على حاجات مايكروسكوبيك، يعني لامينا بروبريا وموسكيلاريز ميكوزا. ف يعني احنا ومش كل الاكسبيرينس عندنا حقيقه. تمام. طيب الاي او اس اسيسمنت في الميوكوزا ليجن مش اكيوريت، خلاص. طيب اسوفيجاس استومك كولون مختلفين، انا كولون الاندوسكوبيك اسيسمنت بالكلاسيفيكيشن بتاعتنا بمنظار مناسب الاكيوريسي بتاعته بتبقى فوق ال 93%، بنعتمد معاه على الام ار اي عشان ابقى انا بشوف الان ستيج والام ستيج. طيب الاسوفيجس الديبس بتاع الانفيجن والكلام ده كله المفترض يعتمد على حاجه من اثنين، والاثنين مش موجودين في مصر. احنا ما بنشتغلش، انا ما اشتغلش ولا حاله سكوما سيل كارسينوما في مصر. كل الحالات اللي اشتغلتها اسوفيجس اما صاب ميكوزا ليجن او حاجه بناين او بارد. المفترض ايه اللي يتعمل؟ المفترض بيتعمل اما منظار فيه حاجه اسمه زوم، فده بيكبر الصوره 150 مره، وليه كلاسيفيكيشن ثانيه حاجه خالص اسمها انترا ميكوزا بابيلاري لوبز، ومن عن طريق كلاسيفيكيشن دي يقول، او بيستعمل حاجه اسمها ميني بروب يو اس. ميني بروب يو اس ده غير اليو اس بتاعنا، ده فيري هاي فريكوانسي، ده بيدخل من جوه اليو اس وما بشوفش بقى خمسه لايرز، انا بشوف ال 12 لاير، فاقدر اقول الدبس بتاع الانفيجن بتاعي ايه. وبره كان بيبقى في ناس شغلتها تعمل كده، يعني كان في واحد يدخل يعمل اسيسمنت ويعمل ماركينج للليجن، واحد يشيل. تمام. ده اول سؤال. السؤال الثاني، الكونسرن بتاعنا كجراحين دايما في بعد ريسكشن اوف ساتش ليجنز ايفن لو بناين على السيدنج، وفراجمنتيشن اوف ليجنز خصوصا ان انت بتطلعها نوتس، يعني بتطلعها انترا ليومينالي، فانت بتعمل فراجمنتيشن ازاي في معظم شغلك يا دكتور؟
نقصد بايه بالفرجمنتيشن؟ اقصد لو ليجن سايزابل عشان تطلعه اندوسكوبيكلي، خصوصا انت حضرتك عرضت حالات انت مطلعها بيس ميل. طيب بص اوكي. طيب اولا انا ما ينفعش اطلع ليجن بري مالجننت او مالجننت او ديسبلاستيك بيس ميل، ده غلط. انا بيبقى التارجت بتاعي اللي انا اشيل الليجن ان بلوك. تمام. الليجنز اللي احنا شلناها كده سواء اللايوميوما او الجاينت فايبروفاسكولار بوليب لا يفضل بس اكسبتد، لكن الجست ما ينفعش اعمل كده. ولو لقيت نفسي مش عارف اطلع الجست بانتكت كبسول ما اشيلهاش بالظبط. خلاص اه طبعا طبعا. والليجنز الثانيه لو انا شلتها بيس ميل انا كده ما عملتش اي اس دي، انا كده عملت اي ام ار. يعني اقصد انت بروجريسنج في الـ في الـ في السايز بتاع التيومر كمان في الريسيرش كله بيطلع. ما هي الميوكوزا الليجن هيطلع اندوسكوبيكلي هيطلع. انا في الاخر شايلين 16 سم 17 سم من ريكتم بينفع يطلع مظبوط. خلاص في الاسوفيجاس زي ما انت شفت ال 40 سم طلعت ما شاء الله. لكن ال 40 دي مش بتاعتنا، هي بتاعتهم بره لكن طلعت. لكن طبعا انا ما ينفعش اشيل الليجن بيس ميل لو هو ديسبلاستيك، ما ينفعش، يبقى انا ما عملتش حاجه. طب كويس. انا بس كانت في حاله انترستنج قوي الحاجات اللي هي كانت اشتغلتها على البابيلا الليجن اللي انت قلت لي اشتغلتها برضه. انا اقصد الجماعه اليابانيين اللي عملوها، كان الباثولوجي بتاعها ايه من فضلك؟ كان طالع كارسينوما انسايت. كارسينوما انسايت هم برضه اليابانيين في الديفينيشنز بتاعتهم انت عارف بيقول للهاي جريد ديسبليزيا بيسميها انترا ايبيثيليال كارسينوما. فهو كاتبين انترا ايبيثيليال كارسينوما دي اللي هي يعني في عرفنا احنا هنا هاي جريد ديسبليزيا. شكرا جزيلا دكتور احمد. بالنسبه للبابيلا دي احنا حتى سيرجيكالي وي ار الاو تو دو بابيلكتومي في بعض الحالات، وده نفس التكنيك اللي انت بتعمله ايضا لابروسكوبيك او اوبن يعني ذا سيم. يعني هو في البابيلا بالتحديد يعني الامبولا يعني الادينوما لو هي هاي جريد ديسبليزيا يو هاف تو دو سيرجري، لانه الانسيدنس بتاع الليمف نود ميتاسيس في الهاي جريد ديسبليزيا في البابيلا يعدي 20%. فانت لو جالك الباثولوجي وفي هاي جريد ديسبليزيا بعد ما عملت يعني امبوليكتومي او اكسجن اوف ادينوما يو هاف تو ريفير فور ويبل. هم هنا بس شويه عاملين لاترس بريدنج تيومر، لكن انا مع حضرتك جدا. احنا كان في ترند طالع ان احنا نعمل اندوسكوبيك امبوليكتومي، بس مع الوقت الترند ده بدا يقل، لان لقوا ان فعلا لو هي هاي جريد ديسبليزيا الريزلتس بتاعتها ما تبقاش حلوه. الاول كان يقول لو لو جريد او هاي جريد ما فيش انتراداكتال اكستنشن نشيلها اندوسكوبيك. الكلام ده بدا يتغير دلوقتي. دكتور احمد انت قلت يعني ان الاسوفيجاس هتتكلموا في الدبس والانفلتريشن بتاع الصاب ميكوزا. احنا لما بنشتغل في البلادر كانسر النون انفيزيبل بلادر كانسر لو هو هاي جريد او في تيومر في دايفرتيكلم، يعني الانفيجن بتاع الصاب ميكوزا دلوقتي بدانا بنعمله راديكال سيستكتومي. وحضرتك حتى الحاله اللي انت الاستادي اللي انت قلت ان هي 68 عيان بس فيهم عيان جاب نود ميتاستازيس، فعاوزين نتذكر برضو العيان ده لو كان عمل جراحه كان كيور. النود ميتاستازيس دي يعني ما فيش سيرفايفل معاه. فنرجو لو هو هاي جريد والانفلتريشن بصام ميكوزا لا ما نبقاش مور ليبرال، نخلينا كونسرفاتيف للميكوزا بس لو امكن. يعني طبعا احنا ماشيين على الجايد لاينز، الجايد لاينز لحد دلوقتي بتقول ميكوزا بس، احنا بس بنقول الترند ماشي ازاي، لكن دي مش جايد لاينز. الجايد لاينز في الاسوفيجاس احنا ما نكونش معديين بيوند ماسكولاريس ميكوزا. ده خلاص اوكي. طيب ثانك يو فيري ماتش دكتور احمد، متشكر جدا. اوكي شيفت فور ذا كنت قاعد في الحمد لله كنت طبيب قلت ارجع بقى كان معايا
عشان انا ببص ما لقيتش. شكرا الحمد لله ماشي يعني كل حاجه ماشيه الحمد لله بنديك صحه وبارك فيك بارك لنا في حضرتك والله الله يخليك الله يخليك بارك في حضرتك تشرف بيك سعيد. معلش يا استاذ افتح لي تاني. لا عندي بس انا طلعه بقى انت تقعد تدوخ نفسك. فين ال... It's my pleasure to present Professor Ahmed Shukri. دكتور أحمد امبارح بيقول إن هو يعني بيعتبر معهد أورام دمنهور بيته الثاني، ودي حاجة طبعا ده شرف كبير جدا لينا، احنا بنتشرف بيه وبنستمتع بشغله. دكتور أحمد هيكلمنا النهاردة أو دلوقتي يعني عن ديلما إن سيرجيكال مانجمنت وجي إي تيومرز. مزيد من المشاكل التكنولوجية. لا 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 خلاص، هو انا بقى هو اتنقلت كينوت وهو لازم اقلبها باوربوينت وخلاص كده. الكابل واحد حط. لا ما انا معايا الكابل وما ينفعش معايا. والله. هي مش مشكلة كابل، هو مشكلة ان هو اللي عنده هنا ما بيقراش. بياخد اتش دي، لو خد اتش دي خلاص. لا مش ما بيقراش الحاجات اللي انت عملت فيها ايه؟ انت عملها سلايد شو؟ هو فين هنا بيطلع وقت شيل الوقت عشان ما تفصلش ثاني، وفين اللي بيطلع السلايد اللي بعدها؟ يا جماعه هو في ايه يا جماعه؟ هو احنا بنكتشف الموضوع من اول وجديد. طب ما هو خلاص، ما في حد كان يجي ترجع الحاجات زي ما كانت يعني، والموضوع مش صعب يعني. ده باور بوينت برزنتيشن يعني فيها ايه؟ اقفل التايمر وشغل على
ايوه يا عمي ماشي خلاص والله فهمنا، بس المفروض الحاجه ترجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف القصه بتاعت الابر جي اي مالجنسيز. احنا امبارح كانت الامور واضحه وديفايند. لما بنتكلم عن الاسوفاجس بنتكلم على الاسوفاجس و الفريم ورك بتاع الجراحه والعلاج واللي احنا هنعمله واضح. لما كنا بنتكلم على الستومك كانت القصه برضو واضحه في المانجمنت بتاع الجاستريك كارسينوم. المشكله بقى الكبرى هي الادينوكارسينوم اوف ذا جاستروسوفاجيال جانكشن. هنا الامور بتبتدي تبقى ضبابيه جدا في كل حاجه، في اصلا التشخيص والتعريف وال النيو ادجفنت تريتمنت والجراحه وكل حاجه. القصه بتبقى يعني شديده التعقيد. يعني الكلام ده على مستوى العالم كله، يعني مفيش كونسنسس اصلا في العالم كله on how to manage these lesions. الادينوكارسينوما of the esophagus والادينوكارسينوما of the stomach are two completely different disease entities اصلا. حتى الايتيولوجيكال ايجنت مختلف. الاسوفاجيال ادينوكارسينوما دي ديزيز secondary to chronic reflux. Reflux يؤدي الى ميتابليزيا فديسبليزيا اللي احنا بنقول عليها بارتس، و increasingly بت progress to adenocarcinoma. الجاستريك ادينوكارسينوما is related لل H. pylori infection, atrophic gastritis, intestinal metaplasia up to adenocarcinoma. فال etiological mechanism is different. طبعا في فرق، معلش المكفى الكلام طالع بره. اللوكو ريجنال ديزيز بيفرق ما بين الاسوفيجيال ادينوكارسينوما والجاستريك ادينوكارسينوما. النيو ادجيفنت في الاسوفاجس زي ما كلمنا امبارح دكتور جويلي از كيمو راديشن. الجاستريك ليجنز كيموثيرابي بس. فالليمفادينكتومي تيريتوري اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح في الجاستريك غير في الاسوفاجيال. والسيرجيكال ابروتش ما بين الجاستريك والاسوفاجيال طبعا باي ديفينيشن مختلف. فاحنا when we define التيومر هل هو اسوفاجيال ولا هل هو جاستريك لازم نفرق علشان الاوريجن او الباثوجينيسيس مختلف، النيو ادجفنت والبري اوبرتيف تريتمنت مختلف، والليمفادينكتومي تيريتوري مختلف، والسيرجيكال ابروتش مختلف. عشان القصه توضح لما احنا بنتكلم على ال ليجن زي ده هل نعتبر الليجن ده جاستريك بكل بقى الامبليكيشنز اللي هتفولو من ناحيه الايتيولوجي والكلاسيفيكيشن والاوبتيمال تريتمنت وكل، هل نعتبره اسوفاجيال؟ ف سنه 94 جاء سيفرت في المانيا واقترح كلاسيفيكيشن. قال لك انا هكلاسيفاي الليجنز اللي عند جاستو اسوفاجيال جانكشن انتو 3 تايبس. تايب 1 دي ادينوكارسينوما اوف ذا ديستال اسوفاجس.
بس it has invaded the cardi فهيسري عليها ما يسري على الأسوفيجس. وقال هيبقى في تايب 2 اللي هي it is a true gastroesophageal junction tumor whatever that means بقى. يعني تايب 3 هي gastric carcinoma subcardial that has infiltrated the gastroesophageal junction من تحت. وده diagrammatic representation لل ده diagrammatic representation لل سيفر تايب 1 2 and 3 وده المنظر بتاع الليجنز اكوردنج. الديفينيشن بتاع سيفرت علشان بس نبقى احنا دقيقين هو بيتكلم على الابي سنتر اوف ذا ليجن. الابي سنتر اوف ذا ليجن يعني هو هنا السنتر اوف ذا ليجن فين. لو السنتر اوف ذا ليجن الابي سنتر اوف ذا ليجن من 1 سنتي ل 5 سنتي فوق الجاستروسوفجيال جانكشن ده بنعتبره تايب 1. لو من سنتي فوق او ل 2 سنتي تحت ده ترو جاستروسوفجيال ليجن. لو من 2 ل 5 سنتي تحت يبقى تايب 3. تمام. طيب خلينا بقى ايه ناخد كلام سيفر ده بقى ونقول هذا السيناريو. ده الليجن بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لو هو الليجن اصلا ابتدى هنا وبريفرنشلي طلع لفوق وبقى الابي سنتر بتاعه او هو طلع ابتدى فوق وسرح تحت تمام فهيبقى الابي سنتر بتاعه ايه. يعني هو الابي سنتر ده حاجه خادعه جدا لان انت بتحكم على اند برودكت. انت ما انتش عارف الليجن ابتدى فين وسبريد ازاي. هو ممكن يبقى ابتدى اوسوفاجيال لكن المين سبريد بتاعه كان داونورد او ابتدى جاستريك وبقى المين سبريد بتاعه ابورد. فقصه الابي سنتر لوحده از نوت very accurate classification ان انا اقدر اعرف اذا كان ده اسوفاجيال ولا جاستريك ولا جاسترو اسوفاجيال. ف سنه 2000 الورلد هيلث اورجانيزيشن كلاسيفايد التيومر بتاعه الجاسترو اسوفاجيال جانكشن ان اي ادينوكارسينوما that crosses the esophagogastric junction is called adenocarcinoma of the esophagogastric junction regardless of the bulk of the tumor فين في تحت ولا فوق. اي حاجه تعدي اسمها gastroesophageal junction tumor. تمام. ف الادينوكارسينوماز اللي فوق الجاستروسوفيجال جانكشن 100% completely 100% فوق ار اسوفاجيال. والادينوكارسينومز اللي تحت الجاستروسوفاجيال جانكشن 100% ار جاستريك. تمام. فاي حاجه هتكروس بقى الابي سنتر بتاعها فوق تحت مش مهم. ف بقينا احنا دلوقتي في وضعيه ان في اوسوفاجيال كارسينوما في ناحيه وجاستريك ادينوكارسينوما في ناحيه وجاستروسوفاجيال كارسينوما في النص ومتقسمين تايب 1 2 and 3 according to Sievert. هل الكلام ده يعني هيفرق؟ هو الكلام ده يعني الحقيقه مهم هيفرق. يعني في publication بتاعت ازاي تو كلاسيفاي عملوا ايه اناتوميكال ستادي ل 1002 حاله. ده سيفرت نفسه على فكره. يعني هو سيفرت نفسه بس ده الكلام ده سنه 2000. يعني هو عمل الكلاسيفيكيشن بتاعته سنه 94 وبعدين
ابديتد القصه بتاعته سنه 2000 ان هو عمل كولكشن اوف مور ذان 1000 بيشنتس وعمل اناليسيس حسب بقى الكلاسيفيكيشن كرايتيريا بتاعته سيفرت 1 و2 و3 الريزلتس الامبليكيشن بتاع على السيرجيكال ثيرابي بتاع ال 1000 حاله دول عشان يوصل الى ال what is the best way to manage this case. ففي group of patients group of surgeons قرروا ان كل حالات gastric esophageal junction tumor should be treated as gastric cancer. ماشي حاضر. ده والكلام ده published سنة 2016. تمام. فنتيجة لهذا المنطق اللي قاله سيفرت في الابديت بتاعه سنة 2000 ونتيجة للpublications الاخرى لقينا ان ايه type 2 اللي هو gastroesophageal junction tumor بيمشي ها لتايب 3 وبقوا تايب 2 و 3 هنعملهم جاستريك وتايب 1 هو اللي هنعمله ايه اسوفاجير. تمام. طب خلاص كده يا جماعه انتوا رسيتوا على القصه دي عشان نعرف نشتغل يعني. بس احنا ايه احنا كل اللي هدفنا في الاخر نعرف نعمل ايه العيان. ف عشان يعني نزيد الطينه بله سنة 22 ها السنة اللي احنا فيها دي ده الـ NCCN guidelines بتاعت الأسوفاجيال and esophagogastric junction cancer. تمام. بتستيت ايه بقى في الـ highlighted paragraph ده وانا هقراه. The treatment of sever type 1 and 2 is as described in NCCN guidelines for esophageal and esophageal gastric junction cancers and a variety of surgical approaches may be employed. Severe type 3 lesions are considered gastric cancers and thus this, the NCCN guidelines for gastric cancer should be followed. According to the NCCN guidelines, القصة بقت عاملة كده. Type 2 shifted to type 1 وبقينا بنتعامل مع الجاستروسوفاجيال جانكشن تيومر از اسوفاجيال كانسر مش از جاستريك كانسر. فيعني طب نعمل ايه طيب؟ ده بيبر مراجعة بيبر مراجعة ال American Joint Committee on Cancer Staging اللي هي بتطلع ال staging manual بتاع كل التيومرز في ال 7th edition بتاعتها شالت الجاستروسوفاجيال جانكشن تيومر من انها تعتبر جاستريك وقلبتها كلها اسوفاجيال. في الايث اديشن راحوا مرجعينها تاني وشقلبوها تاني. ف قال لك ايه بقى؟ قال لك ان كانسرز وذ ايبي سنترز no more than 2 centimeter into the gastric cardia are stage adenocarcinoma of the esophagus. While those more than 2 centimeters involvement في gastric cardia are stage as gastric cancer. فرجع تاني رجع ال gastroesophageal junction tumor ل انها gastric اكتر من انها esophageal. تمام. ده الـ NCCN guidelines بتاعة الـ esophageal and esophageal gastric junction بتاع سنة 22 وبيستيت فيها ايه الـ acceptable approaches
for management of the gastroesophageal junction tubes. فعندك بقى ايه؟ ايفر ليوس اسوفاجيكتومي اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح اللي هو ابدومينو ثوراسيك، ماك ايوين ابدومينو ثوراسيك سيرفايكل، المينيمالي انفيزيف ايفر ليوس لابروسكوبيك يعني وثراكوسكوبيك، مينيمالي انفيزيف ماك ايوين، ترانس هياتل اسوفاجو جاستريكتومي، روبوتيك مينيمالي انفيزيف اسوفاجو جاستريكتومي، ولفت ترانس ثوراسيك او ثراكو ابدومينال ابروتش with the anastomosis in the chest or neck. كل دي بقى ايه الموداليتيز كلها اللي ممكن ايه نتعامل معاها في القسم. فنختار انهو ما نختارش انهو برضو هو القصة متسابة سلطة. فخلينا نرجع بقى نخرج من كل القصص الديبيتابل دي وهذه نشيل الجاسترو اسوفاجيال نحطها مع الاسوفاجوس نحطها مع الاستومك. خلينا نرجع للاصول. الاصول ايه؟ السيرجيكال برنسيبل اوف اوبتيمال تريتمنت بتاع الاسوفاجو جاستريك جانكشن ادين كارسينوما، انا عندي برايمري صح؟ انا عندي برايمري وعندي نودز مش كده؟ والبديهيات بتاعه الانكولوجي هو ان انا البرنسيبل الاول برنسيبل نمبر 1 از تو اتشيف نيجاتيف مارجن صح؟ ريسكشن with an appropriate margin. اي ابروتش بقى هتستخدمه يعني regardless of the approach اللي انت هتستخدمه، هل السؤال هو انت هتقدر تاتشيف نيجاتيف مارجن ولا يعني لو انت اعتبرت الجاستروسوفاجيال جانكشن تيومر اسوفاجيال هتعرف تجيب نيجاتيف مارجن من ستومك، او لو انت اعتبرتها جاستريك هتعرف تطلع لفوق وتجيب نيجاتيف مارجن من الاسوفاجس ولا لا؟ ده اهم سؤال في القصه في الاول. بغض النظر بقى احنا هنعتبرها اسوفاجس احنا هنعتبرها ستومك، انا مش هبص على القصه دي، انا هبص على كان اي اتشيف نيجاتيف مارجن فوق او كان اي اتشيف نيجاتيف مارجن تحت، فين النيجاتيف مارجن اللي انا هقدر احققه. وتاني حاجه النودل ديستريبيوشن، ودي حاجه مهمه لان احنا زي ما دكتور ممدوح كلمنا امبارح عن الاناتومي والليمفاتيك شانل الموجوده في الاسوفاجس، فالموداليتي المودز اوف سبريد بتاعه البرايمري ليجن تو نودز از فيري ديفرنت اكوردنج تو ذا لوكيشن اوف ذا ليجن. تمام؟ ف لو دي البرسنتجز في التايب 1 سيفرت، ودي البرسنتجز في تايب 2، ودي برسنتج في تايب 3. تمام؟ صحيح ان انا كل ما الليجن بتنزل لتحت البرسنتج بتاع الانترا ثوراسيك سبريد اوف ذا ليجن بتقل، لكن عمرها ما بتبقى صفر. والذي يؤكد هذا حالة زي دي، الحالة دي سيفر تايب 3 ومعاها باراتراكيال نودز في السوبر ميديستال. اللي هي ما بين قوسين نظريا المفروض انها تعامل معاملة الجاستريك كانسر. They can spread في الميدياستايلم وهيحتاجوا ليمفادينكتومي في التشست. ف نعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ فالخلاصه ان البريدكشن اوف ليمفاتيك سبريد از فيري تشالنجينج، فالكلاسيفيكيشن الون از نوت سفيشنت تو اتشيف ايه القرار بتاعي. فهل الإجابة هي should we do an extensive lymphadenectomy abdominal thoracic for all patients of gastroesophageal junction tumors؟ هل هذه هي الإجابة؟
هو هل هذا هو اللي هيخرجنا من هذه الدايليما اللي احنا غرقانين فيها؟ ايه في ايه الحل التاني؟ ايوه بس انت لو انت عندك تايب 3 وجاستريك انفولفمنت كبير مش هتطلع الاستومك في النك اصلا. فهذه هي المشكله، ما هذه هي المشكله. وفي تايب 3 انك تاتشيف نيجاتيف مارجن في الاستومك قد يكون صعبا، فقد يكون ان انت تعمل جاستريكتومي اكثر واقعيه من ان انت تعمل بول اب. السؤال هو كان الاكستندد تو فيلد لينفادينكتومي اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح في الاسوفاجس كان هو ده يبقى الستاندرد اوف كير. احنا دلوقتي معانا تول مهمه جدا الا وهي الاي سي جي. وي كان دو لينفو ايميجينج زي حاجات السنتينل نودز وكده يوزينج اي سي جي. فبنحقن بيري ليجنال قبل العمليه بيوم او يومين، وده بيدايركتس انترا اوبراتيفلي فين الليمفاتيك درينج بتاع الاريا انجكتد. فالبرنسبل الاول هو كان النيجاتيف مارجن، يو نيد تو اتشيف ا نيجاتيف مارجن. البرنسبل الثاني هو كان يو نيد تو دو ان ادكويت لينفادينكتومي حتى لو اضطريت تستخدم سوفيستيكيتد ميجرز زي الاي سي جي. البرنسبل الثالث از تو مينيمايز موربيديتي اند مورتاليتي. فيعني اسوفاجكتومي فيرسس جاستريكتومي الموربيديتي مختلفه من انت تشتغل على الاسوفاجس او تعمل جاستريكتومي، تعمل انتراثوراسيك انستوموزس او تعمل سيرفايكال انستوموزس برضو الموربيديتي مختلفه. فهل المينيمال انفيزيف تكنيكس قد تحل هذه المعضله بانها تقلل شويه الموربيديتي؟ انت يو كان اوبت فور جاستريكتومي انستد اوف اسوفاجو جاستريكتومي علشان ما تفتحش التشست عشان الموربيديتي، وممكن ان انت تطنش انك تعمل لينفادينكتومي كويس ثوراسيك علشان ما تخشش التشست. فهل النهارده في وجود الادفانسز المينيمال انفيزيف سيرجري معانا والثوراكوسكوبي وروبوتك تكنيكس اللي عنده افيلابيليتي للروبوتك تكنيك، هل ده قد يكون انسر ان احنا نقدر نعمل ناخد ايه ذا بيست اوف بوث اندز، يعني ان احنا نبقى اجريسيف بموربيديتي اقل؟ على فكره بالمناسبه انا مش هنا عشان اقول اجابات، انا بقول لكم المشكله اللي احنا فيها في المانجمنت بتاع الجاسترو اسوفاجيال جانكشن تيومرز، وكل واحد لازم يلاقي له صياغه هو هيتعامل مع، بما ان مفيش كونسنسس عالمي ومفيش حاجه واضحه حتى اكبر عتاوله الستيجنج الاناليسيس اللي في العالم بيقدموا رجل ويرجعوا رجلي، يطلعوا تايب 2 يخلوها مع تايب 1 وبعدين شويه بعد شويه يرجعوها مع تايب 3. فانت اصلا يعني ما فيش كونسنسس، انت المفروض تعمل ايه؟ فابتدينا نتكلم على المينيمال انفيزيف اسوفاجكتومي compared بالopen esophagectomy، هل هي الانسر ولا لا؟ في ميتا اناليسيس كبير جدا اثبت ان المينيمال انفيزيف اسوفاجكتومي از ماتش ليس
تاكسنج على العيان والريزلتس بتاعتها كأونكولوجيكال مانجمنت از ايكويفالنت تو الاوبن تكنيك. المشكله ان الجاستروسوفيجال جانكشن ادينوكارسينوما انسيدنس از رايزنج في كل حته في العالم لان الريفلكس كديزيز بيزيد. فاحنا مور اند مور بنواجه هذه التيومرز دلوقتي اكتر من قبل كده. واحنا عندنا بارتيكولر بروبلم في مصر خطير جدا الا وهو ان معظم الباثولوجي بتاع الجاستروسوفاجيال جانكشن تيومر السيجنترين كارسينوما. وده بيشكل يعني فيري بيج تشالنج للابروتش اللي احنا لازم نعمله مع العيانين. فالتيك هوم مسج ان ادينوكارسينوما اوف ذا جاستروسوفاجيال جانكشن از ا كومبلكس ديزيز ذات نيدز تو بي اندرستود in relation to its local regional extension to plan the proper surgical approach. The type of resection should be tailored according to the extent of the disease, not according to the surgeon's experience or classification. يعني ما مش انت بتعرف تعمل جاستريكتومي فانت هتقوم ايه عامل لكل الحالات جاستريكتومي. انت بتعرف تعمل اوسوفاجيكتومي هتبقى عامل كل الحالات اوسوفاجيكتومي ونخلص. فال surgical management should be tailored according to the case بالمبادئ الأساسية اللي احنا اتفقنا عليها negative margin proper lymphadenectomy وتقلل morbidity بقدر المستطاع. The principles of surgical resection including complete resection of the primary tumor lymphatic disease must be respected irrespective of the operative procedure. يعني انا ماليش دعوة انت هتعمل عملية ازاي هتعملها gastric بس gastro بتاع ابدومينو ثوراسيك ابدومينو ثوراسيك سيرفايكال مش هي دي القضيه. القضيه هي ان البيزك برينسيبلز اللي احنا لازم نتحرك عليها تبقى هي الحاكمه. فاينلي ات از ذا ريزيديوال ديزيز راذر ذان ذا سيلكتد سيرجيكال تكنيك ذات ويل ديفاين ذا اوتكم افتر سيرجري. نفس الكلام اللي احنا قلناه امبارح. ات از نوت وات يو هاف ريموفد ات از وات يو هاف ليفت بيهايند. دي الحاجات الوحيدة اللي احنا نقدر نتحرك عليها في عدم وجود consensus واضح لهذه الليجنز. والليجنز دي بتبقى ليجنز صعبة في التعاطي معها very very aggressive. فهو موقف صعب يعني دائما. يعني انا عمري ما شفت حالة gastroesophageal junction that to me was easy. كل الحالات كانوا صعبين صعبين في اتخاذ القرار. هنخش تشست ولا لا هنشيل من تحت بس من فوق بس هنقلبها اوسوفاجس هنقلبها ستومك. قرارات صعبه. الانترا اوبراتيف اندوسكوبي حاجه مهمه في العيانين دول في رايي. ما ينفعش تشتغل حاله جاستروسوفاجيال جانكشن من غير ما يبقى معاك انترا اوبراتيف اندوسكوبي. دي حاجه خطيره جدا لان انت ما عندكش اي طريقه تاسس بيها المارجن. حاولت استعين حتى بتوع الفروزن عشان المارجنز وكانت حاجه بائسه الحقيقه لان هم اساسا يعني ده كان هاردلي ريد البريست بالعافيه. فعشان يعلق على جاستروسوفاجيال جانكشن تيومر ويقول لك ده انت تمام نيجاتيف ومش نيجاتيف. فيعني لقيت ان الموضوع بائس جدا يعني الحقيقه فبطلت حتى اتعاطى معاهم يعني. If you have a gastroesophageal junction tumor, you are in trouble. You need to think very carefully and very hard. انت هتعمل ايه للعيان عشان تطلع بنتيجة جيدة. طبعا التواجد الثوراكوسكوبي واللاباروسكوبي ممكن يساعدنا كتير ان احنا نعمل حاجات كبيرة وكتيرة بموربيديتي اقل. بس ستيل هذه الليجنز ار تاف تاف تيريتوري تو ديل وذ. ذي شود بي ابروتشد فيري كيرفول. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Thank you, Professor Ahmed, على المحاضرة الشيقة. Any questions for Professor Ahmed Shukri? حد عنده أسئلة؟ هو طبعا شكرا يا دكتور احمد بيه. الموقف يعني انت حطيتنا امام انفسنا في موقف بايخ، وهي فعلا اللي منا قابل هذه المشكله، دي مشكله كبيره، والكلاسيفيكيشن ده يعني طالع نازل حقيقه. هو يعني احنا في وسط كوكبه من جراحي الاورام العظام، يعني احنا يعني ممكن نحط حتى بروتوكول او نقول ان فكره بروتوكول ان هو تايب 2 على الكلاسيفيكيشن اللي هو اقل من 2 سنتي انفيجن للاستومك، يعني مثلا نحقن اي سي في ونشوف سنتينل الليمف نودز هنا وهنا، يعني ايه نشوف ايه اللي نعمل سيلكتيف او سنتينل الليمفادينكتومي تحت، وممكن ترانسوسوفاجيال سوري سوراكوسكوبك ليمفادينكتومي، ودي ممكن تتعامل يعني اسوفاجو جاستريكتومي واستومك بول اب اقل من 2 سنتي. تتبقى الكارثه التايب 3 او لو تيومر زي اللي وريته لنا في الاول بقى طالع هنا 2 3 سنتي وهنا 2 3 سنتي، ده طيب ده اسوفاجو جاستريك ونزل وطلع وات ايفر، ايه هو ده اللي هيتبقى الكارثه. برضو موضوع السنتين الليمف نود في تيومر 7 سنتي ولا 8 سنتي كروسنج، اعتقد الليمفادينكتومي يبقى افضل، بس انت هتشيل قد ايه من الاستومك وهتشيل قد ايه من الاسوفاجس، وزي ما متفقين ان البول اب ده انت ممكن تعمل راديكال جاستريكتومي لو لقيت كذا ريجون، يعني تتعمل لها جاستريكتومي مثلا وانتر بوزيشن وات ايفر، ايه هو بقى يعني الموضوع، يعني عاوزين نوصل احنا في وجود الاساتذتنا دول، يعني انا بتهيالي احنا متفقين على اقل من 2 سنتي ده ممكن نعمل كده، لكن اكتر من 2 سنتي او اكستندد بين الاثنين ده اللي ايه اللي لازال مشكله كبيره. يعني لو اتفقنا على ان 2 سنتي فيما فوق نقدر نعمل اوستوفاجوجاستريكتومي والليمفادينكتومي سنتينل هنا في السليكتد الليمفادينكتومي في الاستومك والليمفادينكتومي في الاسوفاجس وعملناها بول اب تنفع، يعني دي ممكن تنفع، وخصوصا ان احنا كلنا ما بنحبش الاناستوموزس في الجست او معظمنا، ده ممكن نتفق عليه. المشكله اللي هي الحاله اللي انت وريتها لنا، او لو هي استومك واكستندنج هيبقى الوضع ايه تايب 3، ايه رايكم؟ اتفضل يا باشا، ما هو ما انا عاوزين نتفق، احنا طرحنا موضوع للنقاش. هو بص يا باشا، هو يعني احنا لازم نبيزد في الدايجنوز بتاعنا على حاجتين، السي تي مع الاندوسكوب، يعني ساعات الاندوسكوبي بيبقى حاجه لايت ومش مهتم يدينا السايز بالظبط او ما يعملش الدنيا فيهم كده، يعني انما لما بناخد الاثنين مع بعض بيزد عليهم السي تي مع الاندوسكوبي فبنجادج بنسبه كبيره مع الباثولوجي، يعني الباثولوجي لو قال سكويموس والدنيا هيزف احنا مصلي في الاسوفيجاس مش في عمرها ما بتبقى سكويمس، يعني ساعه احنا بنجادج بنسبه كبيره مثلا ان احنا ابدومينال ولا ده اسوفيجيال ولا جاستريك، فانا شايف ان احنا بنفتح الابدومين ناسس، احنا ما لقينا الماس كلها في الكارديا وتحت الجاستروسوفجيا مع الموبيلايزيشن وكان دو توتال جاستريكتومي او بروكسيمال جاستريكتومي ومارجن من الاسوفيجاس والدنيا بتبقى كويسه ومفيش مشاكل فيها، لقيناها جاستروسوفجيال او اسوفيجيال، ايه المشاكل؟ ان الناس تبقى ويل تريند انها تخلص الجزء الابدومينال وتفتح الانشيست وتعمل الاناستموزس في الشيست، الاناستموزس في الشيست مع الاكسبيرينس وان احنا نلتزم بالرولز العامه في الاناستموزس، ما فيش تنشن، فاسكولاريتي كويسه، التكنيكس اللي انت بتعرف تعمله صيام بستيبلر او هانسون، الدنيا بتعدي ودرينش كويس الميدياستاينم بتعدي، ما فيش مشاكل فيها، يعني ده اللي احنا بنعمله عندنا في المركز هنا والدنيا بتمشي معانا كويس، ما فيش مشاكل حصلت من الاناستموزس اللي في الشيست دكتور جمال، يعني ده رايي، يعني مش عارف راي سيدنا بقى. اي ثينك دكتور احمد انه ال
decision should be based على pre-op workup case by case. يعني finally I think this should be the يعني اما هو definitely هو لازم يبقى tailored يعني personalized يعني هو انت عارف الدكتور جمال دلوقتي حتى في حاجه اسمها البيرسونلايزد يعني اوت اوف ذا جايد لاينز يعني انت بتخرج بره جايد لاينز وبتاخد ديسيجن ان كيس باي كيس اكوردنج للبري اوب ورك اب استخدمت حاجه زي البيت سي تي وادالي انطباع للليمفاتيك سبريد فور اكزامبل يعني انا ممكن اديبند عليه يعني سؤالي انا يعني انا مش عارف اجابته يعني انا بسال حضرتك انت دلوقتي حضرتك هل في حضرتك في البري ورك اب البيت سي تي ليه رول مع حضرتك في الحالات دي هل هو قد ايه بنستخدمه في الحالات لا هو البيت سي تي حاجه مهمه في الحاجات دي في الحالات دي هو حاجه مهمه بس القضية هي هل هو السنسيتيفيتي بتاعته والسبيسيفيسيتي قد ايه دي اوبن فور كويستشن لان انا هرجع اقول الكلام اللي احنا قلناه امبارح انت بتحكم على ظروفك التست معمول يعني لو التست هيتعمل بطريقه موحده في على كوكب الارض فاهمني يعني انت بتعمل بات سي تي بتطلع نفس الريزلت في كل حته على كوكب الارض ولا البات سي تي اللي عندنا ده يعني على مقاسهم وما هوش حاجه فيري اكيوريت واحنا شفنا فالسيز رهيبه انا كان عندي عيان البات سي تي بتاعه بيطلع مالتيبل هيباتيك فوكالي هو ما عندوش حاجه خالص ما عندوش حاجه خالص اصلا واكم من عيانين عندهم البريتونيال كارسينوماتوزس ما بيتشافش في البيت اصلا مش هتقدر تديبند 100% لكن هو هيتعمل يعني ات هاز تو بي دان روتين اللي هعمل في كل الحالات في الحالات دي في الحالات دي لازم تعمله روتينلي مش عشان لو طلع نيجاتيف عشان لو طلع بوزيتيف يعني ده في رايي انا الشخصي ان هو ده اهميته ان هو يطلع بوزيتيف مش ان هو يطلع نيجاتيف ان هو يطلع نيجاتيف لا يعني اي شيء لكن لو حاجات طلعت بوزيتيف ات ويل جايد يو زي الحاله اللي انا عارضها هنا دي حاله سيفر 3 والفات بتاعها مطلع باراتراكيال ليمف نود طيب انا ممكن اعلق ات شود نوت بي على فكره طيب عشان سواء الداي لازم تبقى داي والابتيك اللي بيبان في الاجهزه لازم يعني ما هوش هو مشكله البيت سي تي في مصر هنا ان معظم الناس دايابيتك ولازم يبقى في جود كنترول للدايابيتس لانه هو بيحقن فيديو اكتيف ماتيريال متحلاها بجلوكوز ادي واحد اثنين البيت سي تي في كل اللي احنا شفناه يعني احنا متابعين في لجان الاورام البيت سي تي لو المشكله سواء ميتاستاسز او نود ميتاستاسز اقل من 1 سنتي دي مشكله كبيره جدا في ان هو هيطلعها نيجاتيف يعني ضعيف النقطه الثالثه الليفر هو ممكن يدي قرايات زي ما حضرتك بتقول الليفر اكتيف اورجان اساسا ان هو شغله كله بيعتمد على الجلوكوز والبرين فهو ان هو يحكم يعني كون ان اللي بيكتب ان في ميتاستاسز في الليفر بالبيت سي تي ده الا اذا كانت حاجه اوبفيوس وكبيره لوحديها غير الليفر يعني ده لو كتب كده ومالتيبل وسمول ده تقلق من اللي كاتب التقرير النقطه الرابعه الليمف نودز المشكله الابتيك ال اس يو في ماكس الابتيك بتاعها ساعات يديك ابتيك لا نافع رياكتيف ولا نافع يعني يديك 2.3 اس يو في ماكس هو المفروض اكتر من 2.5 ده يقلق
يديك 2.4 ويسيبك تخبط دماغك في الحيط. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول دي كارثه. لكن هو لو طلع بوزيتيف بقى اس في ماكس 10 اكتر من 4 سواء فولو اب مثلا بيقل يبقى في نتيجه للكيمو ثيرابي. يعني هو في حاجات كويس قوي وحاجات يتوه. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور جمال. شكرا دكتور احمد جدا. احنا لو سيبنا الدسكشن مش هنمشي النهارده. الحاجات اللي ما فيش فيها جايد لاين واضحه صعب قوي احنا قاعدين في قاعده يقول ناخد جايد لاينز. انما هو الكونكلوجن البيزكس الاساسيين يو هاف تو ريموف تيومر ويز جود سيفتي مارجن. بتعمل لينفادينكتومي از ماتش از يو كان. انت بتحكم يعني انت تلاقي عيان ممكن عملت اجريسيف لينفادينكتومي لان شايفه قدامك يو كان توليريت ميجور سيرجري. واحد تاني كانوت توليريت. انت ممكن تبقى مور كونسرفاتيف في الشغل بتاعنا. فالحاجات ما فيهاش جايد لاينز واضحه دي محتاجه شغل كتير. بشكر دكتور احمد على انه اثار النقطه دي لان فعلا نقطه صعبه جدا علينا. شكرا جدا. وكان شيفت فور نيكست. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. Before we start, actually I'm very proud that I'm here in this place and I'm very grateful to Professor Rajab Sharif and Professor Amer Bushmela for their kind invitation. And I am very proud by the advances which have been made here in this oncology, Tamarhor Oncology Center. Actually, we are very proud of that. Now we'll shift from surgery to anesthesia. Now Professor Ihab Taqi will talk about enhanced recovery after esophagectomy. Okay, please. Iras. Just a second. السلام عليكم. برحب بحضراتكم وهنتكلم النهارده على موضوع مهم جدا يهم حضراتكم قبلنا هو enhanced recovery after surgery. انا هتكلم عن الموضوع ده بصفتي anesthetist بالمسمى اللي بقى له 3 4 سنين as perioperative physician. ده المسمى الجديد لدكتور التخدير. perioperative يعني مسؤول عن البيشنت pre intra and post operative. Back to the past, teenage surgeons have strong principles assumed as a dogma. والكلام ده كان فيه خلافات كتيرة جدا أصلا بيننا وبين بعض الـ senior staff على موضوع الـ prolonged fasting اللي هم كان دايما مصرين عليه. Mechanical bowel preparation والناس gastric tubes كانت يعني هي مش يعني كأنها belief. والدرينز هل ممكن جراح يخرج من عملية من غير ما يحط درين؟ very rare صراحة. وإيفن حتى كمان البيد ريست. إحنا بأول سلايد ممكن نتقسم لثلاثة جروبز. إن ممكن حد يقرأ الكلمتين دول فيقول أوكي دي دوغما. حتى لو بتقول دوغما بس دي إحنا بقالنا ديكيدز بن ده الكومن براكتس بتاعنا والريزلتس بتاعتنا كويسة. في ناس تانية هتقول هو معقول لسه في حد بيبقى مهتم إن هو يعمل برونجت فاستنج وميكانيكال باور بريبريشن ويحط نيزو جاستريك از كومون براكتس غريب. وان بتوين هيبقى فيه برسنتج اظن ان هي هتبقى كبيره. الفكره في الدوغماتيزم اوف ساينس اللي حضرتك ممكن تدافع عنه دلوقتي وتقول ان هو ده الساينس ممكن قوي حضرتك بعد كام سنه هتدافع عن عكسه تماما. هي دي النقطه بس ان انا ما بقاش فيه دوغماتيزم في الساينس ولو ان في حاجه ايفيدنس بيز وعلى ستاديز ولا راندومايز كنترول ترايلز حضرتك شفتها وتاكدت ان هي كويسه يو هاف اصلا تو تشينج يور مايند. احنا نفسنا في الشغل بتاعنا في التخدير والعنايه كان عندنا دوغماتيزم كتير. انا ههتم بس ببعض الحاجات اللي ممكن تخصنا زي مثلا السي في بي.
بعض الناس من الجراحين كان اكتر جراحين القلب يخش يسال على سي في بي ويعتبروا ده انديكيتور فور فلويد ريسبونسيفنس، ودي بعتبرها برضو من الدوغمات الكبيره قوي، ده دوغماتيزم كبيره. سي في بي از نوت ان انديكيتور فور فلويد ريسبونسيفنس. القلب من بقى ده مهم جدا، عشان انا بشوف جراحين كتير جدا مايندد بان الهايبو البومينيميا كان بي مانج باي فريش فروزن بلازما. الحقيقه الموضوع ده خطير جدا، واحنا بنتكلم في موضوع المالينسي بالذات، لان الفريش فروزن بلازما انكريز الانسيدنس اوف ثرومبو امبليزم. والحقيقه ان احنا الفريش فروزن بلازما احنا دايما دلوقتي مش زي زمان بنبقى حريصين قوي ان احنا ما نديهاش لو ما لهاش انديكيشن، لان من اهم الكومبليكيشنز بتاعتها مثلا ذا ليدنج كوز اوف ديث اوف لو ترانسفيوجن ناو اللي هو ترالي ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري. فاحنا وانس نوت انديكيتد ما بنستخدمهاش. من الحاجات الثانيه اللي تخصنا برضو هي ترانسفيوجن تريجر في الاي سي يو. والحقيقه بعد الاستاديز والراندومايزد ترايلز اللي اتعملت على الترانسفيوجن تريجر اللي هي التريك والتراك، الاستاديز اتعملت من كام سنه، حوالي 3 4 سنين، وي ايدنتيفايد التريجر بوينت، انا امتى انقل بلاد او باكد ار بي سيز وامتى ما انقلش. الكلام كله على ان احنا متفقين ان اقل من 7 جرام لازم هننقل، واكتر من 10 جرام لازم ما ننقلش. انما ان بتوين بقى من 7 ل 10 جرام، هل ننقل بلاد ترانسفيوجن؟ هل ندي اصلا باكد ار بي سيز اور نوت؟ وانا ما اديش ليه؟ لو انا مثلا الهيموجلوبين بتاع البيشنت بتاعي 8.5 ولا 9، عايز اديله دم عشان اخلي الهيموجلوبين بتاعه اكتر من 10، هل اديله ولا ما اديلوش؟ برضو احنا نخلينا ريستريكتيف على قد ما نقدر في البلاد والبلاد برودكت ترانسفيوجن. الايفيدنس بروفايدد، بس ان الايفيدنس اللي هو هيترام بالدوجما دي يكون اوف جود كواليتي، يعني على راندومايز كنترول ترايلز. وحضرتك راجع الترايل دي، شوف لو اتعملت ترايلز اوفر سيفرال ييرز، اتعملت على 4-5 سنين، اتعملت في مالتي سنترز، سنتر في المانيا وامريكا وفرنسا وانجلترا واسبانيا، الخمسه سنترز دول جمعوا الداتا وعملوا ستاتستكس كويسه اصلا ليها، حضرتك راجعها لو انت كونفينسد بالكلام ده ابلاي. الحقيقه الجزئيه دي مهمه جدا، always seems impossible until it is done. يعني هل انا اعمل لارج باول ريسكشن وبعدين اعمل انترال نيوتريشن في بوست اوبريتيف داي 1؟ لا، اتس امبوسيبل. لا مش امبوسيبل، هي اصلا اتعملت، وبعدين اتعملت احنا هنتكلم على ان هي دي نيو فيجن. لا، هي اتعملت كمان من حوالي دلوقتي 25 سنه، والحمد لله ان هي اتعملت اصلا بجراح، ما كانش اصلا اللي عمل الموضوع ده حد انتنسيفست ولا حاجه. هنفضل نقول نيو فيجن مع انها مش نيو خالص، دي من سنه 90، من التسعينات يعني، من سنه 97، ولكنها نيو فيجن لان هي مش امبلمنتد اول اوفر ذا وورلد بطريقه قويه. هي الاراس، البروفيسور هنري كالي ده هو اللي اكتشف موضوع الاراس سنه 97، وعمله على لارج باول، وكان في ريسكشن انستموزيس، وهو اللي بدا فكره الاراس دي من حوالي 25 سنه. الحقيقه هو هي فعلا اصلا بيشنت جورني، انا بشوف العيان ان ذا كلينيك بري اوب وبري ادميشن وبعدين افتر ادميشن اند بري اوبريتيف، وطبعا اهم جزئيه في الجورني دي هي السيرجري والانستيزيا، وبعدين بوست اوبريتيف اللي هي ريكفري بوست اوبريتيف ايذر ان اي سي يو او في الورد او اتش دي يو لغايه ما البيشنت يروح هوم. طبعا دي مالتي بروفيشنال مالتي ام دي تي بمعنى اصح. الجولز بتاعتنا في الإراس ان انا اقلل اعمل ريدكشن اوف ستريس ريسبونس تو سيرجري واكسلريشن اوف ريكفري. الحقيقه لو حضرتك تعرف ان احنا ممكن بالادهرنس للإراس بقلل هوسبيتال ستاي بنسبه مش بطاله، الاي سي يو ستاي والهوسبيتال ستاي، ولك حضرتك بقى تتخيل اللي له علاقه بالمانجمنت يقدر يقيم كده يعني الكوست بتاع الاي سي يو ستاي في 1 داي اي سي يو ستاي شكله ازاي او هوسبيتال ستاي. إذن الام بتاعي ان انا اعمل pain free stress free operations lower rates of organ dysfunction reduce morbidity enhance recovery reduce the need for hospitalization وبالتالي اقلل الكوست. هل في ستريسور للبيشنت اللي داخل يعمل سيرجري؟ انا عارف ان هتكلم عن اراس اوف اوسوفاجكتومي، والموضوع طبعا ده بالنسبه لنا مش هيبقى سهل قوي ان احنا نعمل فيه انهانسد ريكفري، بس هنتابع مع بعض دلوقتي الكلام. في ستريسور كتيره جدا زي اللي قدام حضراتكم دي، الاوفر هايدريشن والدي هايدريشن والستارفيشن ده بري اب. طب هو السيرجري ما هي ستريس، الانستيزيا اتسلف ستريس باللي فيها والبين والدراجز اللي بنستخدمها، ولو كان في بلاد لوس ولو كان في بلاد ترانسفيوجن، كل دي ستريسورز وستريسورز قويه جدا اصلا على البيشنت.
السيرجيكال ستريس ريسبونس احنا بنقول ان هو بيعمل انفلاماتوري ريسبونس ونيورو هرمونال ريسبونس. في الاخر ممكن يؤدي الى ماركت كاتابوليزم وده فيري ايفيدنت وبنشوفه اصلا في الانفستيجيشنز بوست اب، وكمان ممكن يعمل اورجان ديسفانكشن. لو جينا قارنا بين السيرجيكال ستريس ريسبونس وتايب 2 دايابيتس هنلاقيهم تقريبا ايكوال ايتش اذر، بيزودوا حاجه اسمها انسولين ريزيستنس ودي جزئيه مهمه جدا. هي هم دول التيم ممبرز المهمين عشان تقدر تعمل سكسسفول انهانسد ريكفري بروجرام. طبعا من اهم الشخصيات انا مش مترتبين طبعا، لكن من اهم الشخصيات المهمه طبعا زي ما حضرتك شايفين السيرجنز. والسيرجنز لو كان ما كانش مايندد بموضوع الاراث اكشوالي مش هيتم اصلا انهانسد ريكفري بروجرام. والاناستست طبعا بالمسمى بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، انت حضرتك بري اوبرتيف فيزيشن بتتعامل مع البيشنت بي انترا اند بوست اوبرتيف. واوقات كتيره جدا بنهتم بحاجات في السيرجري لان انا غرضي منها ان انا اصلا بوست اوبرتيف انهانس الريكفري بتاع البيشنت. والهوسبيتال مانجمنت از فيري اسينشال، لان لو ما كانش في رؤيه من المانجمنت ان هيقدر يسبورت البروجرام ده مش هيتم برضو البروجرام. هل الانهانسد ريكفري في اللارج باول او الانهانسد ريكفري في اورثوبيديك سيرجري ولا في اوبن هارت زيه زي الكانسر بيشنت وزيه زي بالذات الاسوفجيال كانسر؟ لا، الحقيقه الكانسر بيشنت والاسوفجيال كانسر بالذات كانسر اسوفجس البيشنت دايما بيجي بابستراكشن، بيجي بديسفيجيا كاشيكسيا، والويت لوس فيهم بيبقى فيري ايفيدنت وفيري رابيد، وبيجي في جنرال كونديشن فيري باد. صح، عشان كده العيان بيبقى فريل. والفريلتي دي على فكره ليها يعني ممكن بعض سورتين بارامترز تقدر تو ايدنتيفاي الفريلتي، ان العيان ده هيقدر يكوب معايا ويقدر يتحمل معايا النيو ادجفنت فيرست بعد كده السيرجري ولا مش هيقدر يتحمل، بيبقى ساركوبينيك وبيبقى كاشكتيك. وعشان كده النيوتريشنال اسسمنت از فيري اسينشال ان ساتش بيشنت. عشان كده احنا وي ار كلوز تو ذا اسبن جايد لاينز يوروبيان سوسايتي اوف بارنترال انترا نيوتريشن. البيشنت بتاعي ايذر هافينج لو ريسك فور نيوتريشنال لو نيوتريشنال ريسك، بيكون البيشنت جاي وهو ما عندوش ديسفيجيا قويه، عنده نورمال انتيك ومينيمال ويت لوس، غالبا ما بنشوفش العيان ده. كل اللي انا هعمله له جاست دايتري ادفايس. المودريت ريسك اللي هو يكون انوركسيك ديسفيجيك وعنده ويت لوس اباوت 5 تو 9% ويت لوس ان انتشنلي، عيان زي كده محتاج مني اصلا بروبر بروتين اند انرجي سبلمنت. لو كان هاي ريسك الديسفيجيا العنيفه والويت لوس مور ذان 10% او الماس اندكس اقل من 18 ده محتاج اب تو ايفن انترال سبورت بتو فيدز. الانهانسد ريكفري بروجرام فور اوسوفاجكتومي بري ادمشن بري اوبراتيف انستيزيا اند سيرجري اند بوست اوبراتيف ويل ديسكاس ان ديتيلز. First, what is called rehabilitation programs. مهم جدا العيان لما يجي لي انا اعمل له proper rehabilitation. واحنا بنقول ان ممكن 4 weeks of rehabilitation very effective than post operative rehabilitation. الفكره كلها ان العيان ده كده هيحتاج طبعا nutritional supplements. السبلمنتيشن دي ما عنديش وقت ليها؟ لا، لازم يبقى ليها وقت. فرصه كمان كبيره ان العيان لو بياخد نيو ادجيفنت هيبقى التايم نفسه اللي بياخد فيه نيو ادجيفنت تايم كويس، هيفرق معانا كتير جدا ان ندي فيه البروبر نيوتريشنال سبورت، سايكولوجيكال كونسلنج طبعا، واعمل له ميديكال اوبتمايزيشن اب تو ايفن ان في بعض السنترز بيعملوا اكسرسايزز، يعني العيان نفسه بيبقى بيعمل بعض الاكسرسايزز مش ريسبيراتوري اكسرسايزز بس، ايفن حتى اكسرسايز طبيعيه. بعمل بروبر كونسلنج، بفهم البيشنت، اعرف البيشنت ده ايديوكيشن بتاعته شكلها ايه واكلمه باللغه بتاعته. البيشنت انكوربوريشن معايا في عمليه زي الاوسوفاجكتومي مثلا از فيري اسينشال فور سكسس. العيان هيخرج بوست اوبرتيف وهيلاقي فيه درينز، هيلاقي فيه نيزوجاستريك خارجه، هيلاقي فيه سنترال لاين متركب في ارتيريال لاين. كل الكلام ده لازم البيشنت يبقى اورينتد بيه. كمان من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا لو بنشتغل مينيمال انفيزيف اوسوفاجكتومي احنا طبعا بنعمل وان لانج فنتيليشن. طبعا اللانج كولابس اللي بتحصل عشان انا ابدا بعد كده العيان بوست اوبرتيف لازم يبقى متدرب بري اوبرتيفلي على واتس كوف سبايرومتري، يعملوا زي سبايرومتري عشان بنشوف العيانين كتير جدا النيرس ستاف بيعلمهم السبايرومتري غلط، فلازم انا برضو اعلم العيان بري اوب وتابعه اصلا بوست اوبرتيفلي واعلمه ازاي يعمل الايرلي امبيوليشن وكمان السبايرومتري. هيفرق كتير جدا معايا العيان لو سموكر ان هو جيف اب سموكينج فور ات ليست 1 مانث، هيفرق معايا كتير جدا لان البلمونري موربيديتي
is about 25% post esophagectomy. فلو احنا قدرنا ان احنا cessation of smoking for 1 month هيفرق معنا كتير جدا في انه يقلل ال such pulmonary comorbidities او morbidities اللي ممكن تحصل. برضو لو العيان alcohol consumer برضو هيفرق معايا كتير جدا ان اقلل الكاردو بالمونري والهيموراجيك موربيديتي بان انا اعمل سيجن فور ات ليست 1 مانث. طيب انا بعمل كارديو اسسمنت كارديو بالمونري اسسمنت للعيان ده ازاي؟ العيان ده غالبا حتى لو هينام اوبن او ثراكوسكوبيك هو بينام بوان لانج فنتريشن، لازم اعمل ديفليشن لللانج. فعشان كده انا بعمل البروبر بري اوبرتيف انفستيجيشنز اللي هي اي سي جي تشست اكس راي اب تو ايفن سي تي في الاونه اللي احنا فيها دي، وبعدين بعمل له طبعا بالمونري فانكشن تيست وايكو. هل ده enough للبيشنت ده؟ لو عملت ايكو لقيت الايجكشن فراكشن بتاعه كويس واكسبتد والبلمونري فانكشن بتاعته كويسه مايلد اوبستراكتيف مايلد ريستريكتيف، خلاص اوكي ده يعني هيبقى كانديديت انه يدخل اصلا يعمل سيرجري. هل البلمونري فانكشن تيست كافيه؟ كافيه معظم العيانين الاسوفيجس، لكن لو كان كارديو بلمونري ريزيرف بتاعه قليل هضطر ان انا الجا للكارديو بلمونري اكسرسايز تيستينج. حقيقه التيست ده تيست مهم قوي، هو للاسف مش افيلبل عندنا، موجود في القاهره ما اعرفش مكان في اسكندريه اصلا اذا كان بيعمل التست ده ولا لا، بس هو التست ده عباره عن ايرجوميتر، عباره عن زيرو ايرجوميتر ما بقاش فيه ستريس خالص على البيشنت، بيعمل سايكلينج وبيحسب حاجه اسمها فاد. الفاد ده هو عباره عن فنتيلاتوري واتسكولد انيروبيك ثريشولد، امتى العيان وهو بيعمل السايكلينج هيبدا يخش في واتسكولد انيروبيك ميتابوليزم. الحقيقه لو العيان ده عندنا ليفل معين هو من 10 لغايه 18، لو هو اقل من 10 العيان ده هيبقى كريتيكال، ولو هو كده هيبقى انت بتدايركت البيشنت بوست اوبراتيفلي للاي سي يو. طب من 10 ل 18 هو انترميديت ريسك، وساعتها ممكن يخرج على اي سي يو او اتش دي يو هاي ديبندنسي يونت. لكن لو اعلى من 18 الكاردياك ريسك بتاعه او الكارديو بالمونري ريسك بيبقى قليل، انا بتكلم ريليتد للبيشنت مش ريليتد للاوبريشن، فساعتها ممكن اصلا تو ديشارج البيشنت على الورد على طول. طب ما هو تيست زي كده كويس ما تعملين اعمله روتين، اولا افيلابيلتي بتاعته اصلا زي ما بقول لحضراتكم مش مضمونه. حاجه تانية كمان ان اتعمل على ستاديز على راندومايزد ترايلز والنتائج الصراحه كانت انكونكلوسيف، فانا هحتاجه بس في العين الهارت فيلير او اللي عنده كارديو بالمونري ريزيرف قليل. طبعا ام دي تي الحمد لله هو موجود عندنا هنا اصلا في اور انستتيوشن. الاسوفجيال كانسر ستاديز هاف ديمونستريتد ذات مور اكيوريت ستيجنج وبيتر تريتمنت سيلكشن وامبروفد اوتكمز وين ام دي تي يوزد. الموضوع الفينوس ثرومبو بروفلكسس الانسيدنس بتاع الثرومبو امبوليزم بوست اسوفجيكتومي اباوت 5 تو 7% ويز دبلد ريسك اوف مورتاليتي. والحقيقه الريسك نفسه بوست اوبراتيف عالي والريسك في المالجنسي برضه عالي، فالريسك بيزيد. وطبعا لو عيان دخل في شاورز دي في تي ولا بالمونري امبوليزم بوست ميجور سيرجري زي كده المورتاليتي بتاعنا. الحقيقه احنا بنمشي على جايد لاينز بتاعه الامريكان كوليدج اوف تشست فيزيشن بتاعه الثرومبو امبوليزم بروفلكسس، وهي ريكومندنج اللي احنا نعمل بوست كيميكال كومبينيشن اوف كيميكال اند ميكانيكال بروتكتيف بروفلكسس اجينست ثرومبو امبوليزم. والحقيقه احنا بندي لوموليكولار ويت هيبرين 12 اورز بيفور، وكمان الحمد لله احنا عندنا النيوماتيك كومبريشن ديفايسز موجوده عندنا وبنستخدمها اصلا في العيانين بالذات في اللونج بروسيجر زي الاسوفاجكتومي. طيب الفاستنج والكربوهيدريت لودنجز، احنا قلنا مع حضراتكم من شويه ان بيحصل انسولين ريزيستنس في العيانين دول اصلا بوست سيرجيكال بوست اوبراتيف. الكربوهيدريت لودنج ده ان انا ندي العيان 2 اورز بيفور، احنا بطلنا موضوع الفاستنج اللي هو الهوريبل ده ان العيان يبقى فاستنج 12 ساعه ولا اكتر، هو 6 hours for particulate و 2 hours for clear fluids، يشرب ميه لغايه 2 hours before. وكمان 2 hours before انا بديله what is called the carbohydrate loading اللي هو اصلا مشهور ممكن ابل جوس ولا حاجه، ده بيفرق كتير جدا وبيقلل، ده حاجه اسمها metabolic preconditioning وبيفرق كتير جدا وبيقلل لي insulin resistance post op. بس الحقيقه جايد لاينز دي شود بي individualized carefully بالذات في عيان الاسوفاجس، لان ممكن يكون عيان عنده obstruction وعنده dysphagia قويه، ف personalize patient to patient. نخلي بالنا بس من موضوع الليست، لو كان العيان هيدخل افترنون ليست الفاستنج مش بتاع الساعه 12 بالليل، لا الفاستنج بتاعه هيبقى الصبح وياخد اصلا كلير فلويدز ناكد عليها ان هي 2 اورز بيفور لغايه ساعتين قبل الجراحه يفضل ياخد اي في فلويدز سوري اورال فلويدز. طيب من ضمن الانهانسد ريكفري بروجرام سيرجيكال مانجمنت،
التايمينج فولوينج نيو ادجفنت، لو استخدمنا نيو ادجفنت كيمو ثيرابي 3 تو 6 ويكس بري اب، ولو كيمو راديشن هنبقى محتاجين من 6 تو 8 ويكس من اخر دوز راديو ثيرابي العيان خدها. الويندو دي مهمه جدا بالنسبه لنا، احنا بنستخدمها صراحه فور ريهابيليتيشن، وان انا اعمل فيها بروبر نيوتريشنال سبورت، لان العيان دول كلهم بيبقوا كاشكتك طبعا في الغالب. السيرجري مينيمال انفيزيف، الاسوفاجكتومي طبعا كان بيبرفورمد فيا اوبن بروسيجر او فيديو اسيست ثوراكوسكوبيك لابروسكوبيك وايفن روبوتيك او هايبرد. التايم ترايل دي شافت ان ايدنتيفاينج ان المينيمال انفيزيف اسوفاجكتومي از اسوشيتد ويز ليس بلاد لوس، شورتر هوسبيتال ستاي، وفيور بالمونري انفيكشنز، وطبعا بيتر كواليتي اوف لايف ات 1 يير، وما كانش في فرق في الاونكولوجيكال اوت كام ات 3 ييرز. عشان كده وي دو ريكومند ان البيشنت لو نقدر نعمل مينيمال انفيزيف، هو ده بيفرق معانا كتير جدا، بيفرق معانا كتير جدا مش بس اناتيزيا، بيفرق معانا كتير جدا بوست اوبراتيف. اكتر بينفول انسجن في كل الجراحات البين بتاع الاسترنوتومي بتاع الاوبن هارت، لان ده عباره عن انسجن ومعاه كمان اصلا فراكشر. نيكست ثوراكوتومي، ثوراكوتومي فيري بينفول انسجن، وطبعا لو العيان اصلا ان بين، وهنشوف اصلا هنمانج البين دلوقتي ازاي، بيفرق معايا كتير جدا. عمليه زي دي بيخرج الموربيديتي البلمونري موربيديتي بتاعتها عاليه قوي، سواء تشيست انفيكشن بوسيبيليتي اوف اسبيريشن التشيست اتليكسس نفسها بس، فبيفرق معايا كتير جدا 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 ان العيان يكون عامل ثوراكوسكوبيك رادر ذان ثوراكوتومي. الاكستنت اوف لينفادينكتومي دي مش شغلانه الاراس خالص، دي حاجه سيرجيكال بيور، بس انا يعني لو انا عارف ان انا وانا شغال هل بنشتغل تو فيلد ولا ثري فيلد او اكستندد تو فيلد، هيفرق معايا، بيفرق معايا كتير جدا كاناستست في ان حضرتك بتشتغل اكستندد تو فيلد، حضرتك طالع سوبرا كاراينال في السوبر ميداستاينم، المكان ده مش عاطفي بالنسبه لي خالص، ببقى مقلق جدا. حضرتك بتشتغل جنب الارش اوف زيورتا، وممكن بتعمل لينفادينكتومي عند اللو بريشر بالمونري ارتري، والبالمونري ارتري هو اسم بس مش على مسمى، بالمونري ارتري الول بتاعه شويه يعني مش زي الاورطه. الحاجه الثانيه كمان ان من ضمن الاكستندد تو فيلد ان الجراح بيعمل لينفادينكتومي وحوالين الريكانت لينجر نيرف، وده بيفرق معايا كتير، بيفرق معايا كتير بوست اوبراتيف مش بس انترا اوب. وهنشوف ان احنا ممكن برضو بالتيوب بتاعتنا دي في ممكن ايدنتيفاي لو الجراح هو شغال قوله لا خلي بالك حضرتك انت كده في مشكله على الريكرنت، ممكن اديتكت الموضوع ده عن طريق بعض التيوبس، بس طبعا دي فيري اكسبنسيف ومش افيلبل تقريبا عندنا. هل حضرتك بتعمل بروفلكتيف ثوراسيك داكت لايجيشن ولا لا؟ برضو احنا تجربتنا مع الكايلس فيستولا عمرها ما كانت لذيذه الصراحه، وفيري رابيد للعيان بيديتيريوريت والمورتاليتي بتاعتها عاليه مش بسيطه يعني. الثوراسيك داكت مع الفاستنج ما بتبقاش سهلة قوي الدايسكشن بتاعها، بس احنا دلوقتي بنقول ما فيش فاستنج قوي. هل احنا بنعمل بالوروبلاستي ولا حاجه؟ الكلام اللي انا بقوله ده عباره عن اراس ريكومنديشن، اللي هو قد يكون اصلا سيرجيكالي حسب المدارس بقى بتاعت كل جراح بيعمل بالوروبلاستي اور نوت. اسوفاجكتومي فور مالجنسي مينز فيجوتومي، وانس فيجوتومي بيحصل بالوروسبازم. بروفيلاكتيك اللي كده بيتعمل ايزر بالور مايوتومي، بالور بلاستي، فينجر فراكشر. كل هدفي انا اصلا بالنسبه لي كبري اوبرتيف فيزيشن ان ما يحصلش انكريز ريسك اوف الجاستريك كوندوي دايليتيشن واسبيريشن ليتر اون، ده اللي يهمني. عشان كده هتلاقينا بنحاول نفهم سيرجيكالي حضراتكم بتعملوا ايه. نيزو جاستريك فور ديكومبريشن انهانسد ريكفري سوسايتي جايد لاينز، يعني يعتبر هم الانمي بتاع النيزو جاستريك، دايما يقول لك ما تحطش نيزو جاستريك. هو هنا في الاسوفاجس مش قادرين يتعاملوا قوي يعني بنفس الستريكت مانر، وبيقول لك حط اوكي ماشي فور ديكومبريشن اوف ذا كوندوي، لكن ايرلي ريموفال بوست اوبراتيف داي 2. لو حضرتك عملت كلامب فور 12 اورز وما كانش في دايليتيشن، وي ريكومند ان انت تشيل النيزو جاستريك دي على البوست اوبراتيف داي 2. الفيدنج اكسس طبعا دي مهمه جدا بالنسبه لي، سواء وبرده هي متسابه الاراس ريكومنديشن، سايب الموضوع ده اصلا للجراح. هل حضرتك هتباس النيزو جاستريك معديه هتخليها نيزو جوجنال وتبدا اصلا نيتريشن فيها اصلا بوست اوب ايميديتلي، مش ايميديتلي يعني على البوست اوبراتيف داي 1، ولا حضرتك هتعمل فيدنج جينوستومي كده ولا كده؟ احنا ما فيش المهم ريكومنديشن يكون في روت اوف انترال نيتريشن، عشان عايز اعمل ايرلي انترال نيتريشن. طيب بالنسبه للانسيزا مانجمنت في الاراس، المونيتورنج
نمبر 2 ان انا اعمل ستاندرد اسا جايد لاينز المونيتورز اللي احنا عاملينها دي كلها. بس هو النمبر 1 هو البروبر ويل تريند اناستست يبقى موجود في الاوضه دي اهم حاجه. نمره 2 بقى الستاندرد جايد لاينز. انا طبعا الستاندرد جايد لاينز بتاعتنا بتاعت الاسا هي عباره عن اي سي جي نون انفيزيف ارتيريال بريشر بلس اوكسيمتري اللي هو الانفاي بالنسبه لنا برضو الهارت ريت. لكن ممكن ما اهتمش بكل الكلام ده واهتم بحاجتين مهمين قوي هما الارتيريال لاين والكابنوجرافي اللانج ميكانكس لان انا هعمل لون لانج فنتيليشن وطبعا باقي المونيتورز. ليه انا مهتم بالارتيريال لاين والكابنوجرافي؟ لان انا بعمل وان لانج فنتيليشن فلازم الكابنوجرافي بتاعي واللانج ميكانكس تبقى معايا اصلا في قدامي مونيتور. لو انا هختار وان مونيتور من المونيتورز دي هيكون الكابنوجرام. الكابنوجرافي هو المونيتور الوحيد اللي هو بيديتكت الفنتيليشن اكسجينيشن فنتيليشن. وفي نفس الوقت لو ما كانش فيه بروبر بالمونري فلو وبروبر كارديك اوتبوت مش هيبقى فيه كابنوجرافي اصلا. عشان كده هو بيديتكت بوث الفنتيليشن والسيركيليشن. فلو انا هستغنى عن كل الكلام ده هستغنى حاجه واحده بس هو ما فيش كده طبعا انا بتكلم على اسوفيجس بس هيبقى كابنوجرافي. الاي لاين هل مهم؟ مهم جدا كمان. بعض الاستوديز ما كناش بنهتم بان انا احط انفيزيف ارتيريال والعيان البوزيشن بتاعه بيبقى لاترال بوزيشن او لا قدر الله برون. فبالنسبه لي الموضوع بيبقى ده الاساس بالنسبه لنا كاناستست الموضوع بيبقى زي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل انتر اب بعمل دايسكشن في حتت صعبه جدا. وهقول لحضراتكم اكسبيرينس بسيطه كده حصلت معايا. عيان فيري لوجيك ان احنا لما بنعمل وان لانج فنتيليشن بيحصل شويه هايبوكسيا بوسيبل لان انا عملت شنط كبيره انا اللانج كلها اصلا عملت لها كولابس. فطبعا في دي اريا كبيره جدا بيرفيوزد ويل وهي مش فنتليتد. فالشنط دي طبيعي جدا ان الساتوريشن ينزل بس وعشان اصلا بالمونري فاسكولار فازو سبازم اللي بيحصل وريفلكس كده بيحصل احنا مش بصدد دلوقتي خالص بيبقى الساتوريشن بتاعي كويس. لكن وارد قوي ان يحصل شويه هايبوكسيا وليها طريقه للمانجمنت عندنا. لكن خلي بالك لو حصل هايبوكسيميا انت مش فاهمها قوي بعد ما انت اصلا خلاص عملت وان لانج فنتيليشن وساتلد والدنيا كويسه حصل شويه هايبوكسيميا عاديه هتتعامل معاها. لو هايبوكسيميا اسوشيتد ويز هايبوتنشن اول حاجه افكر فيها ايه؟ تنشن. الحاله دي احنا شفناها. ليه بقى تنشن نيموثوركس؟ انا دلوقتي عامل وان لانج فنتيليشن وبعدين انا ممكن بعمل لينفادينكتوم اكستنسيف شويه اصلا في بلعب في البلوره الثانيه فوارد جدا بالظبط. دي مشكله ثانيه كبيره يعني. فالحته دي انا لازم هو البيشنت سيفتي فيرست. يعني انا قلت اعمل وان لانج فنتيليشن عشان انا شغال بس العيان فيه ريفراكتور هايبوكسيا اوكي يعني انا عملت كل الميجرز هخليها اصلا تو لانجز. الجزئيه دي مهمه جدا. حاطط تشيست تيوب اصلا في الناحيه الثانيه اللي انا مقلق منها دي. ولو في زي ما احنا قلنا كده ان الابدومينال بريشر اللي موجود زي ما دكتور احمد بيتفضل وصل اصلا للتشيست ده موضوع ثاني خالص فلازم شود بي مانجد اجريسيفلي. الفنتيليشن استراتيجيز بتاعه الاراس ان احنا نشتغل على الوات سكولد في الوان لانج فنتيليشن يعني لانج بروتكتيف استراتيجي. طيب اللانج بروتكتيف استراتيجي انا مهتم جدا بالموضوع البلمونري ان اعظم الكومبليكيشنز تحصل بوست اوف في الحالات دي بتبقى كلها بلمونري ده اعلى كومبليكيشنز. طب انا العيان ده انا يمه على فوليوم كنترولد ولا يمه على بريشر كنترولد؟ حتى لو انت اصلا نفسك رايحه للبريشر كنترول ده عشان ما يعملش باروتروما والكلام ده ايفيدنس بيز مفيش فرق بين الفوليوم وبين البريشر ده ايفيدنس بيز. طب انا ممكن اجيب لك الادفانتج بتاع الفوليوم والادفانتج بتاع البريشر في مود جديد اسمه بي ار في سي لو موجود والحمد لله هو افيلبل عندنا اصلا في كل الاجهزه بتاعتنا. بي ار في سي اسمه بريشر ريجوليتد فوليوم جارانتيد او فوليوم كنترولد. ده بيديك البنفيت بتاعه البوث تايب اوف فنتيليشن مودز. طيب الفلويد مانجمنت هل ابقى ليبرال ولا ابقى ريستريكتيف؟ بعد الاستوديز اللي اتعملت وكان فيها الناس ريستريكتيف عشان هم ليه بنبقى ريستريكتيف في الفلويدز في الحالات اللي زي كده عشان ما يحصلش بوست اوبرتيف بالمونري ايديما او بالمونري انترستيشال ايديما فبيبقوا ريستريكتيف. بس الحقيقه ما فرقش خالص بين الليبرال والريستريكتيف. اللي فرق ان في الريستريكتيف لاين كان في اصلا انسنس اوف اكيوت كيدني انجري عالي فطبعا الموضوع لازم يبقى مانجد. الحقيقه هو اهم فلويد مانجمنت هيبقى جول دايركتد ثيرابي. والجول دايركتد ثيرابي محتاج ان احنا يبقى عندنا بلس بريشر فاريشن وستروك فوليوم فاريشن. حاجات دي برضو عشان الواحد يبقى يعني اونست
ما تبقاش افيلابل في سيترز كتيره، ممكن اصلا في بعض العمليات لكن ما بنقدرش نستخدمها. وستيل احنا ستريكت اصلا للرول بتاع 4-2-1 ده احنا لسه شغالين عليه. الهايبوثيرميا دي ليها دروباكس كده جدا للعيان على الدراج ميتابوليزم والريكفري من الانستيزيا، لان انا عيان ده عايز اصحيه اون تيبل، عايز اكستوبيت اون تيبل عشان بوست اوبراتيف برضو، بتزود الكواجيلوباسي طبعا، ولو العيان كاردك بتبقى حاجه كارثه موضوع الشيفرنج ده. فعشان كده انا بسيف جارد اجينست بكل الميجر، سواء كان اصلا فورسد اير وورمنج بلانكتس، والحمد لله دي برضو عندنا، وكمان الفلويد مانجمنت بالورمنج، ودي برضو الفلويد وورمر برضو الحمد لله موجود، خاصه ان هي برضو لينسي اوبريشن. موضوع الابيديورال، حتى لو انا بشتغل مع جراح بيشتغل مينيمال انفيزيف اوسوفاجيكتومي وبيشتغل بجاست فتحات بسيطه جدا سيراكوسكوبيك وكمان لابروسكوبيك، الصراحه البوست اوبريتيف بين ما بيبقاش عالي، واحنا ريكومند ودي ريكومند ان انت تشتغل مينيمال انفيزيف، ده بيفرق معانا كتير جدا في الجورني بتاعت البيشنت، ان هي ما تطولش قوي ويروح البيشنت بسرعه. لا، لكن حتى لو هتشتغل مينيمال انفيزيف برضه ودي ريكومند ان احنا نستخدم ثراسيك ابيديورال انالجيزي، حقيقه بتقلل كتير جدا 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 البلمونري انفكشنز والبلمونري موربيديتيز اللي بتحصل، والبوست اوبريتيف بين اللي هو بوست ركوتومي بين ده بيقل كتير جدا مع الابيديورال. طبعا ما تعملش استادي عشان تشوف ان الثراسيك ابيديورال بيقلل الانستوماتيك ليكيج ريت ولا الكلام ده، بس اوبزرفيشنالي كده يمكن بسبب ان هي بتمبروف المايكرو سيركيشن بسبب السمباسيكتومي اللي بتعملها. بوست اوبريتيف استراتيجيز بقى الاكستوبيشن، يعني احنا بنفضل ان احنا نكستوبيت اون تيبل، وبصراحه يعني موست اوف ذا بيشنتس اكستوبيتد اون تيبل، الا لو عيان مثلا ديليد ريكفري ولا عيان اصلا انستابل هيمودايناميكلي او وات ايفر، فده ممكن اصلا انا اكستوبيت ان اي سي يو. الايرلي موبيلايزيشن تشيست فيز ثيرابي احنا اتكلمنا عنها، بيبقى العيان عارفها اصلا بري اوب، عارف هيستخدم السبيرومتر ازاي وعارف هيستخدمه ازاي بالكيفيه وكمان حتى بالعدد في اليوم، فدي برضو الجزئيات اللي انا عملتها بري اوب هتنفعني كتير جدا بوست اوبرتيف. ايرلي انترال فيدنج، الريكومنديشن بتاع انهانسد ريكفري وبتاع الاسبن جايد لاينز ان حضرتك تستارت ان بوست اوبرتيف دي 1 انترال نيوتريشن، سواء كان اصلا بالنيزو جوجنال ولا بالجينوستومي. ايه اللي هيخليني اتاخر في ان انا امبلمنت الانترال نيوتريشن؟ في بعض الناس كتير لغايه دلوقتي بيديلي الانترال نيوتريشن، ما اعرفش ايه السر الانترنال نيوتريشن. لو حتى حضرتك لو خايف من مش عارف خايف من ايه، هو انترنال نيوتريشن مفيش منها اي خوف، خاصه ان انا عامل جينوستومي مثلا ولا نيزو جوجنال. الفكره كلها ان الاراس والاسبن جايد لاينز بتقول ان احنا نبدا بالفوليومز، يعني 10 ملي بير اور مش اكتر من كده لمده 12 ساعه في اليوم، ده دي 1، بعد كده 20، بعد كده 30، هوصل على البوست اوبريتيف دي 3 ان انا ادي كالوريك ريكويرمنتس للعيان بتاعي مقبوله، ده الاسبن جايد لاينز. Early removal of the tubes. The chest drains وما بتشالش بسهولة، خلينا واقعيين، بس هي مهمة جدا إن هي تتشال early as soon as possible. وهتفرق كتير معانا جدا في موضوع ال chest morbidities. The guidelines بتاعت الإراس بتريكومند إن أنا أستخدم one centrally placed chest drain وأشيلها برضو as early as possible. النيزوجاستريك تيوب احنا قلنا بوست اوبريتيف داي 2، بس حضرتك تتاكد بس ان مفيش الكوندويدا لاتيشن. اليورينري كاثيتر مشكلتها بس لو كان اولد ميل، هو ده موست اوف بيشنتس بنفس الطريقه، وانا حاطط راسك ابيديورال غالبا لو انا شلت له استارت اليورين الفولي دي اصلا بعد اليوم الثاني، في بوسيبيليتي 40% ان انا ارجع اركبها ثاني لان بيبقى فيه سام سورت اوف ريتنشن. تشست درينز هتتشال بقى على ايه حسب، يعني لو كان في الفوليوم بتاعها اقل، في بعض السنترز بتقول لك 5 ام ال بير كي جي، يعني لغايه 350 انت ممكن تشيلها. طيب الاورال فيدنج، السؤال طب انا حاطط جينوستومي او عامل نيزو جوجنال، وانت مستعجل ليه اصلا على الاورال فيدنج؟ انت عايز تعمل اصلا اورال فيدنج اصلا ايرلي ليه؟ الاستاديز كلها بتقول حضرتك ان انت تاجل الاورال فيدنج بياند 48 ساعه ما بيفرقش معايا في حاجه خالص، غير ان هي ديسكمفورت والعيان عايز ياكل وانت اصلا منعه. حاجه ثانيه كمان ان انا عايز اروحه، الفكره كلها ان البيشنت عشان نتكلم على الاورال ريكفري وان انا اقدر اوفر ايام، مهم جدا ان هي انيشيت الاورال انتيك، بس هنبقى مهتمين قوي ان احنا نعمل نتاكد من السوالينج فانكشن، لان احنا قلنا من شويه لو كنا عملنا اكستندد تو فيلد لينفادينكتومي فاحنا ممكن قوي يبقى يكون في انجري اصلا ريكانت انجن نيرف. هل ممكن ان احنا اصلا نمونيتور ريكانت انجن نيرف زي ما نكون بنعمل سكوليوزيس اوبريشن؟ بيبقى في بعض المونيتورز تو ايدنتيفاي ان انت السباينر كورد فيه
سوماتوسنسوري ايفوكت بوتنشال، بقول للجراح لا سوري المسمار ده خف شويه مش هينفع المسمار ده يبقى بالطريقه دي. هل في عندي كده اصلا وانا بشتغل جنب الريكانت رينجر نيرف؟ في بعض الاندوتراكيال تيوبس اللي اصلا عند الكاف بتاعتها بيبقى فيه سنسورز موجوده جنب الفوكال كوردز. لو حضرتك وانت بتدايسكت جيت جنب الريكانت رينجر نيرف هقول لحضرتك خلي بالك انت على ريكرنت وفي بوسيبيليتي ان يحصل انجري. حبيت اتكلم عن اور انستتيوشنال براكتس وهنقولها بكل الامانه. دي كانت اول حاله تايبك تتعمل اصلا سنه 19، وطبعا دكتور احمد مشرفنا دايما ومش هنروح بيه في مكانه. الانستتيوشنال بروتوكول اور انستتيوشن في الدمنهور اونكولوجي سنتر هاي فوليوم كانسر بنعمل حوالي قريب من 3000 كانسر اوبريشنز افري يير. اوسوفيجيال كانسر اوبريشنز اباوت 12 تو 15 annually. All patients of esophageal cancer are evaluated and managed by MDT. ما اقدرش اقول لحضراتكم ان احنا عاملين prehabilitation program زي الكتاب ما بيقول، لكن هنعمل proper counseling قبل وعندنا nutrition clinic قوية. لو العيان بيبقى في فترة النيو adjuvant therapy احنا بنrefer للnutrition clinic وبيتعاملوا اصلا معاه وبيفرق معنا كتير جدا جدا ان انت اصلا to prepare your patient preoperatively. الكارديوبالمونري اسسمنت والاوبتمايزيشن اللي بنعمله بنستخدم فيه زي ما قلنا لحضراتكم البالمونري فانكشن تيست وما بنحتاجش اكتر من كده. بيشنتس اندرجو سوجير ريسكشن احنا كلوز تو ذا جايد لاينز في نيو ادجفنت ثيرابي 4 ل 6 اسابيع بعد الكيمو و 6 ل 8 اسابيع بعد الكيمو راديشن. بندي لو مولكولار ويت هيبرين 12 اورز بيفور وبنكمل وانتر اوبراتيفلي عندنا نوماتيك كومبريشن ديفايس وبنكمل بوست اوبراتيفلي على اللومليكولار ويت هيبرين لغايه الديشارج. الفاستنج والميتابوليك بري كونديشننج برضو للامانه ما اقدرش اقول لحضراتكم ان احنا فيري كلوز اصلا ليها وان احنا بنعملها زي كده ما بيقول. مينيمال انفيزيف سيرجري عندنا اكاونت فور اباوت 15% اوف سيرجريز. والاستومك طبعا هي الكوندوي اللي بتعمل. Ivor Lewis McKeown approach 50-50, two field versus extended two field, lymphadenectomy برضو 50-50, we routinely dilate the bilurus, either by a bilurumyotomy or biluroplasty, we بنحط nisogastric for decompression عشان احنا خايفين من الاستيزس والريفلوكس بس احنا بنسيبها شويتين يعني. Most of our patients حتى اللي هم بيتعاملوا اصلا من الانفيزيف احنا بنحط لهم ثراسك ابيديورال. احنا بنستخدم what's called lung protective strategy. برضو I can do ان انا اعمل ventilation بالنورمال tidal volume اللي انا بحطه للتو lungs. مش غلط ان انا احط the same tidal volume لone lung اللي انا كنت بستخدمها للتو lungs. بس lung protective strategy المعنى بتاعها beyond ان احنا نتكلم فيه دلوقتي وهو preferred واحنا عشان كده بنبقى close للlung protective strategy. عشان برو تروما. All patients have invasive arterial زي ما قلت لحضراتكم كلهم بيبقى فيها arterial line. والمونيتورز العاديه ايفن حتى كيميكال مونيتورز بنعملها. الفلويد مانجمنت احنا ماشيين على ال 4 to 1 رول وبنجايد برضو اصلا بالفي بي جي واليون اوتبوت. بندي كولويدز هو بالانس طبعا كريستالويدز وبندي كولويدز طبعا لو كان في بلاد لوس ايفيدنت. هي دي الدبل يومن تيوب دي ليفت دبل يومن تيوب بس دي الرش القديمه اللي هي بقى 10 سنين مش موجوده. ده مكانها بالظبط لما بنتيوبيت بنحط بيبقى في عندنا تراكيال تيوب ودي اللي هتفنتليت الرايت لو انا قفلت الليفت والبرونكيال بتبقى اطول شويه وتدخل اصلا جوه بنفخ البرونكيال كاف واقدر ايزوليت اللانج الليفت من الرايت. الحقيقه دي شكل الليفت سايدد دي الرايت سايدد. احنا ما بنستخدمش الرايت سايدد استخدمناها مره واحده تقريبا ولا حاجه مش محتاجينها خالص لان الليفت سايدد بتقدر تايزوليت بيها الليفت والرايت فيري سيمبلي. الرايت هتلاقي الكاف بتاعتها غريبه شويه لان فيها اصلا سليت عشان الرايت ابر لوب. لكن الفكره كلها في الدبل يومن ميزتها اولا هي التريننج عليها اصلا مش صعب تقدر تستخدمها بسهوله. حاجه ثانيه برضو ان في بعض العمليات الجراح بيبقى عايز ديفليت الرايت لانج بس في عمليات ثانيه بيبقى عايز ديفليت الليفت لو بشتغل لوبكتومي ولا حاجه وفي عمليات ثانيه بيبقى عايز ديفليت الرايت وبعدين انفليت وبعدين ديفليت الليفت. فطبعا الدبل يومن بتسهل لي الموضوع ده قوي بس مشكلتها ان هي زي ما حضراتكم شايفين كده يعني حاجه كبيره حجمها كبير. فلو العيان difficult airway صعب جدا انت تنتروديوس اصلا such endotracheal double lumen tube. طب هل في alternative للموضوع ده؟ في حاجه اسمها bronchial blocker. ده حضرتك عباره عن blocker انت بتدخل بيه بالفايبر اوبتيك
تدخله للبرونكس اللي انت عايز تقفلها، وبعدين تنفليت البرونكس دي وانت حاطط التيوب بتاعتك. ازاي احط التيوب وانا مدخل بلوكر؟ الموضوع ازاي يعني؟ عن طريق الادابتور ده. الجزء اللي في الجنب ده بيبقى بتاع الفنتيليشن، انت فنتليتنج البيشنت مالوش دعوه خالص اصلا باللي احنا بنعمله، وبخش بالبرونكوسكوب دايركتلي، والبورت الجانبي الثاني ده بدخل منه البرونكال بلوكر. ده شكل البلوكر لو انا قافل مثلا الليفت برونكس وبفنتليت الرايت برونكس. عشان اعمل وان لانج فنتليشن لازم يكون عندك مونيتورنج لللانج ميكانكس والكابنوجرام زي ما اتفقنا. حتى جهاز الجي اي برضو كويس عنده في كل المودز، والتو فنتليترز دول فيهم اصلا البي ار في سي اللي احنا قلنا عليه. برضو احنا بنافويد الهايبوثيرميا بالفورسد اير وورمنج والفلويد وورمرز، والعيان بتاعنا موبيلايز على بوست اوبرتيف دي 1، انترال فيدنج ستارتد على بوست اوبرتيف دي 2 ما اعرفش ليه عن طريق الجينوستومي. وعشان ادي اورال سيبس بعد ما اعمل جاستروجرافين على اليوم العاشر لليوم ال14 نيزو جاستريك تيوب بتبقى ريموف تقريبا يعني كده افريج على اليوم العاشر. الشست درينز ار ريموفد وانس زير اوتبوت ديكريزز، مش قادر اقول يعني حاجه ثابته. بعد ما عملنا جاستروجرافين وشايفين الشست كويس. هي الشست تيوب دي عندنا مش بتشال بسهوله صراحه. احنا عندنا في المعهد اور سيرجيكال كونسلتنت ان مايند تو ايراس، لكن في بعض الجراحين عندهم بعض التخوفات احنا لسه بنناقش فيها. يعني انا مش عارف بيبقى في تخوفات معينه من ان احنا امبلمنت اكتشوالي الانهانسد ريكفري بروتوكول. في بعض الجراحين ستيل لغايه دلوقتي مقلقين من الانهانسد ريكفري، بس احنا بنعمل استادي دلوقتي ان شاء الله هنبدا ان ايفالويت اور امبلمنتيشن للانهانسد ريكفري ريكومنديشنز، وازاي احنا اصلا هنبقى ادهرنت ليها ان شاء الله. يعني الجدول ده مهم جدا، انا بدخله في العنايه وبتابع النورس بتقول لي ان العيان عمل سبيرومتري مره كل ساعه وقعد على الكرسي من 5 ل 7 10 مرات ووك اراوند حوالي 5 مرات. الكلام ده لما بيبقى دوكيومنتد بيبقى سهل حتى مراجعته. الانسنتيف سبيرومتري الفكره كلها، بس لما بيحصل النيجاتيف بريشر بتاع الشيست بتبقى لوست بيبقى بيحصل لانج كولابس. اللانج كولابس دي هي المشكله اللي بتعمل لنا معظم الموربيديتي بتاعه البوست اوسوفاجكتومي كومبليكيشنز. العيان بيخش والسبيرومتر بتاعنا فيه ثلاث كور كده بالوان مختلفه، هو بيتخيل ان هو بيرفع الكور دي لفوق، ولو رفع ثلاثه هو كده كويس. فكره كلها ان العيان يهولد البرس، هو بياخد نفس كويس ويرفع الكره لفوق حتى لو كره واحده مش اثنين ولا ثلاثه، بس يهولد الكره دي اصلا فوق تفهمه ان هو يثبت الكره لفوق اولى من ان هو يطلع ثلاث كور مثلا وهو عمال يطلعهم وينزلهم بسهوله. الفكره كلها في حته الهولد هي اللي بتبني نيجاتيف انترا بلورال بريشر واللنج بتفرد. ده شكل الامبيوليشن والريهابيليتيشن، مش عندنا طبعا اصلا في هنا، لكن هو ده اللي عندنا. ودي اخر بيشنت عملناها، كان عملها دكتور رجب، والست جايه في الفولو اب كان حظنا كويس انها طلعت سلمت علينا. الست دي بوست اوبرتيف في العنايه حصل لها تي اي اي ترانزنت اسكيميك اتاك، كان عندها ويكنس في ليفت سايد وكانت كونفيوزد حوالي مثلا 18 او 20 ساعه، وبعدين ريكفرد والحمد لله امورها كويسه وروحت ورجعت اصلا فور فولو اب كمان. امتى اعمل ديشارج للعيان وهو في الاراس كرايتيريا؟ لو هو اصلا في جود بين كنترول على اورال انالجيزي وبياخد سوليد فلويدز خلاص خد اورال اندبندنتلي موبايل ات ذا سيم ليفل او براير تو ادميشن وهو ويلنج تو جو هوم، وبس بلاش موضوع ويلنج تو جو هوم دي تاخد لها يوم او يومين لان ده بيحصل عندنا كتير حتى في البرايفت. الاراس طبعا زي ما حضرتك شايفين عباره عن مجموعه من التاسكس، عمر ما في حد لوحده هيقدر يعملها، ولا اناستست ولا سيرجن ولا ده. هي عباره عن مالتي ديسيبلينري ابروتش، لازم كل الناس اصلا تشير فيه، ولازم كل انسان بالبروفيشن بتاعته يبقى محترم جدا في اللي بيعمله. الفيزيوثيرابيست لازم يحترم جدا 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 وله رول كبير جدا اصلا معانا. الحقيقه ده دي بعض الريفرنسز اللي انا جبتها عباره عن ستاديز، معظمها كانت من الفار ايست، ومش كل الريفرنسز اللي احنا جبناها كانت عباره عن ستاديز او راندومايز ترايلز. في بعض الريفرنسز بتبقى اشخاص، زي ما بلجا مثلا سيرجيكالي حضراتكم ليكم ريفرنسز برضو بعض الاشخاص زي دكتور احمد دكتور سعيد
او بعض الناس سواء كانوا اصلا في مصر او بره. احنا برضو كتخدير احنا لينا اشخاص ريفرنسز، من ضمن الاشخاص دي الدكتور تامر، دكتور تامر غنيم، واحد من احسن الدكاتره البيدياتريك اناستست مش في اسكندريه بس، ومع ذلك احنا انصيف. انا في تخصصي كادس راسك اناستست، ايه اللي هيخليني اخد ريسك وانيم عيان اسوفيجس بالجورني اللي احنا حكيناها دي، او انيم عيان ليفت مين كورونري، او عيان تايت ستينوزس، ولا عيان اصلا عنده اورتيك دايسكشن، طالما احنا اصلا فيري سيمبلي تلاقي نفسك بره الفيلد، ومش بره الفيلد يعني اوتسايد بس كده، جوه السجن بالظبط دي. وي ار اون سيف اند ثانك يو. شديده جدا، وبدرس الاراس في الكورس بتاع الميترونيك في تركيا، فبصراحه this is a wonderful lecture يعني فعلا يعني thank you very much. انا يعني بايد الدكتور احمد صراحه الكونسبت بتاع الاراس ده. انا يعني جيلنا، انا مش عايز اقول لك مثلا بالرغم ان كان لسه ما فيش اعلان الاسوشيشن بتاع الاراس، انما انا حضرت لما كنا بنعمل المراره ونقعد اسبوع في المستشفى نيزوجاستك ودرينز مع استاذ الله يرحمه دكتور سعد بسه، كان بيؤكد الاسبوع ويحجز عيان بعيان بالحاله بتاعته. لما احنا اشتغلنا اللاباروسكوبي شجعنا جدا، لان انت ازاي عمال اعمل عيان 3 4 تخرام وتقعده مثلا بنيزوجاستك 3 4 ايام، حاجه مش لوجيك ولا استرد بول. وانستلي انا من التسعينات، من 92 93 ابتديت شغل لابراسكوبي، ما كنتش بحط نيزو جاستريك خالص. الدرينز احنا من زمان حتى في الاوبن سيرجري كنا بنتكلم سبلينكت بتحط درين او ما تحطش، فيه حالات ما كناش بنحط فيها فبقت فيري سيلكتيف، دلوقتي مش بنحط خالص. البوينت الثالثه الاستارت البول دي مش بنحطها ابدا طالما العيان كان دو سبونتينيوس بكتريشن. انا بيرسونلي كان عندي كونسبت، يمكن بيشتغل معايا كلهم عارفين، انا قاعد اقول لهم يا جماعه العيان بيسوالو 1 and half liter 2 liters سلايفا بير داي، ليه تحرمه من انت يبقى العيان ويت؟ الاورال ويتنس اللي موجود ده بيمنع انفكشن. حتى ايفن لما كان عيان عنده نيزو جاستريك انا كنت بشربه على النيزو جاستريك كلير فلويدز، كلير فلويدز ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق ابدا. يمكن احنا بنستنى في الحالات اللي فيها بقى نستموز والحاجات دي اسمع بس بريستلسز، وان سمعت بريستلسز يو كان ريموف النيزو جاستريك، يو كان تيك اي او امبل فلويدز زي ما انت عايز، مش لازم استنى اسبوعين حتى ايفن في الاسوفاجس. انت جاست العيان عنده بريستلسز، طب ما بيبلع السلايفا، ما دي بتعدي زي تدوه شويه ميه شويه عصير ينسون نعناع، الحاجات دي بتغير المود بتاع العين جدا. كل السيرجري بنعمله دلوقتي البرياتريك كله الباي باس بنروح من تاني من الصبح 4 انستموزز مش 1 انستموز. فالكونسبت موجود وموجود بشده عند معظم الجراحين وعند كمان البرايفت اكتر، يمكن مستشفيات الحكومه او السبونسرد انت بتقول هو نايم في حضنك مش عارف ايه الكلام اللي احنا بنقوله لبعض ده. انما برايفت وايز انا مش انا عايز اقول لك مثلا تقريبا 95% من العمليات اللي بعملها بروح عيان نفس اليوم او اوفر نايت وات ايفر. بس اللي انت قلته بقى اهم جزء في الحته دي البري اوبراتيف اسسمنت، اي ثينك ده هو نجاح المنظومه، ان انت تبقى مقيم العين كويس جدا، مقيم السيتويشن اللي هيقعد فيها هتقدر توصل له ويقدر يوصل لك بسهوله ولا لا. هو ده المهم جدا، لان هي مشكله احنا كم الخبراء جم عملوا عمليات وسافروا في الطياره ثاني يوم العين معلش مات مثلا، ده مش نوت اكسبتبل. انما انت لو هتروح العيان ده على مسؤوليتي بالكامل لغايه ما يعدي كل الباس اوبريتيف بتاعه، يبقى لازم يقدر يوصل لي بسهوله، لازم انا اوصل له بسهوله. كل حاجه ريتن بمناسبه الكلام اللي بتقال، مفيش حاجه اورال بعد كده بليز، يعني كل البري اوبريتيف اسسمنت الكونسنت كل الحاجات دي تبقى ريتن واضحه جدا للعيان. يعني انا دلوقتي بفكر جدا وبدات اعمل كونسنس لكل عمليه باللغه العربيه 20 صفحه زي في امريكا بنمضي كلنا واحنا عمياني محدش بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه.
فاحنا لازم الكلام ده يمكن ده نستفيده من الازمه اللي احنا فيه. بشكرك جدا، محاضره رائعه صراحه يعني. دلوقتي it is my pleasure to introduce Dr. Ahmed Jalal, a very eminent endoscopist in Alexandria and one of the few endoscopists that embarked on the ESDs and my poems and all the advanced techniques. He will give us a lecture on ESD of lung intraluminal esophageal lipoma. أولا بحب أشكر دكتور رجب ودكتور أيمن أبو شميلة، وده يعتبر بيتي. أنا كنت هنا في الأول في 2014، وبعد كده انقطعت شوية عشان الدكتوراه، وبعد كده رجعت تاني، فبشكرهم. بحب أشكر أساتذتي على التقديمة الجميلة وربنا يخليكم. النهاردة هنقول كيس سريعة كده، مش هناخد وقت طويل إن شاء الله. الكيس بتاعتنا النهاردة كان 6-7 years old male patient presented with severe dysphagia progressed over years. CT show thoracic esophagus is distended by intraluminal sizable soft tissue mass, a lesion composed of fat and soft tissue denses indenting the posterior aspect of the trachea with suspicion of esophageal lipoma. ده المنظار بتاعنا. الماس بادية فوق خالص من البداية فوق خالص، و very large واكستندد تقريبا لحد تقريبا ما وصلنا 30 سنتي. ولما وصلنا للجزء الاسفل بتاعها كان في ulceration عليها زي ما احنا شايفين كده، جزء ulceration ده. الجزء ده ده المنظر تاني وانا طالع، الألسر كانت تحت. بدأت احدد الجزء دوت احنا هنقدر نتعامل معاه ازاي. لقينا الجزء ده تقريبا ده البيديكل بتاع الليجن، والليجن بادئ معايا من هنا من الجزء ده. فبالتالي لو انا هبتدي اعمل لها ريسكشن هعمل لها زي ما انتم شايفين طالعه من التراكية، يعني احنا البيديكل ده واصل لحد فوق معايا لحد التراكية. عملنا يو اس اسسمنت، قال ان في هايبر اوكويك ليجن، كانت كلاسيك بيكتشر بالليبوما بالنسبه لي. وما كناش عملنا اي يو اس، والابر ستوك كان فاضي، يعني ده الابر ستوك بتاعها فيه بس بلاد فيسلز ما فيهوش ليبوما. لما ناخد الفيديو ده، الفيديو انا هنا طبعا جنب الكارديا، ده الليفت اتريوم، ده الليجن هايبر اوكويك. هايبر اوكويك ده موست بروبلي ليبوما. الجزء اللي تشينجز اللي تحت دي كانت هايبو اوكويك، انا قلت غالبا دي من الالسر ودي غالبا انفلاماتوري. البلد فيسلز ما كانتش عاليه قوي، شغلنا عليها الاستوجرافي. الحته اللي هي تحت دي كانت مزرقه، وطبعا احنا في الالاستوجرافي لما كل الحته تبقى زرقاء تبقى هارد، حته تبقى خضراء تبقى سوفت، فبالتالي بيدينا امبريشن. وجزء الاكبر من الليجن ده انا كنت شاك ان هو يا ليبوما يا فايبروفاسكال جاينت فايبروفاسكال اوزوفاجيال بوليب، دول الشكلين اللي بيدونا الحكايه دي. وقلنا ان في لور تشينجز غالبا دي من الالسر اللي موجوده. البيشنت عنده مالتيبل كوموربيديتيز، عنده ريستريكتيف لانج ديزيز، عنده دايليت كارديوميوباسي، السيرجري اند ايفن اندوسكوبي هاز هاي ريسك وبريبيشن اوف اي سي يو بيد. كل ما كان بتتعرض الحاله دي على التخدير قال لنا لا لازم نبقى محضرين مكان في الاي سي يو. وكان الكلام في الام دي تي قال طب نحاول نعملها اندوسكوبيك ريسكشن، ولو وطبعا معايا سيرجيكال باك اب لو ما عرفناش نعملها. فاول استراتيجي بالنسبه لي ان انا احط اندولوب على الليجن ده من فوق واقفل بيه البلاد فيسلز بحيث ان احنا نقطع بعد كده. للاسف هي كانت فلوبي تيومر زي ما احنا شايفين كده، الاندلوب ما كانش بيجيبها كلها، رغم ان احنا جبنا اكبر اندلوب موجود في مصر 4 سنتي بحيث ان احنا نقدر نعديه. للاسف ما عداش. جربنا برضو السنير، برضو نفس الكلام، كان صعب جدا. كان اكبر سنير عندنا كان واصل 35،
برضو ما كانش بيعدي، حطيت سنير في اكسترنال شانل ومسكته بفورين بادي بحيث انها اسحبه جوه السنير وعدي بيه. للاسف برضو كان فلوبي وما كانش بيخش معانا، فكان القرار والخطه اللي وراها على طول ان احنا هنعمل اي اس دي. فاحنا كنا خوفنا من الاي اس دي في الحته دي انها فيري نارو سبيس، ان ممكن ما تبقاش مسيطر قوي على البلاد فيسلز اللي فوق، بس قلنا هنبتدي نشتغل ونشوف. احنا بدانا كلاسيك اي اس دي على الجزء الامتي ستوك اللي كان باين معايا بالاي او اس، وكاجليت اي بلاد فيسلز موجود، وكان في صعب قوي ان انا اركب كليبس في الجزء اللي فوق دوت لان الحته دي كانت ضيقه وكانت هتضايقني في الشغل. بدانا هنا اول حاجه دخلنا حقنا في الجزء الامتي ستوك دوت. انا هنا منجري الفيديو شويه عشان الوقت. بنحقن صلاين، ودي تريانجولار تيب زي اللي استخدمناها امبارح، بدانا نقطع بيها. كنا طبعا متوقعين ان ممكن يبقى بنلاقي بلاد فيزلز كتير، فاي بلاد فيزل كنا بنقابله بنبتدي نعمل له كاجليشن زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كنا بنستخدم الاندر ووتر كان اكتر حاجه تحدد لك المكان اللي بينزف، يعني مثلا الحته دي فيها بلاد اهو، وطبعا تحت كان كل ما قابل بلاد فيزلز يا اما بالنيدل لو هو صغير يا اما بالكواجراسبر، وفعلا قابلنا بلاد فيزلز كتير جدا. بعد شويه عشان نقلل البليدنج بقت الحته دي فصلت شويه، بقت اسهل ان انا احط كليبس، وفعلا حطيت كليبس بحيث انه يقفل لي الجزء اللي فوق، لان الجزء البروكسيمال ده اللي جاي من البيشنت، فبالتالي لو قفلته انا بقلل البلاد فيسلز، والجزء اللي اتقطع معايا تحت ده ما فيش منه مشكله. استخدمت انسوليتد تيب نايف. الانسوليتد تيب دي الجزء الاولاني الابيض ده السيراميك تيب، شايفين البلاد فيسلز كانت سيك قد ايه، فده انا بقطع بيه بالشافت بتاعه النايف، والجزء اللي جوه ده انا متاكد ان هو ما بيقطعش لان هو بالنسبه لي بعيد. وزي ما بشوف اي بلاد فيسلز كبير كده بعمل له كاجليشن، وزي ما احنا شايفين ده البلاد فيسلز بعد ما اتعمل لها كاجليشن طبعا كانت بتقوز، بس الاوزنج ده جاي من الديستال، والديستال ده بعيد عن البيشنت. بدانا ندايسكت ده الجزء الاخراني خالص بالانسوليتد تيب نايف، وطبعا كان بليدي الفيلد كان بليدنج، بس الحمد لله قطعناه كامله. عشان اسيطر على البليدنج ده دخلت الاند لوب، بقت الموضوع اسهل بالنسبه لي، ومسكت الستاك ده من فوق على قد ما اقدر بحيث ان انا اقفل الجزء البروكسيمال اللي جاي منه اي بلاد فيسلز بالاند لوب. طبعا كنا بنغسل كتير ومكملنا ان احنا مركبين اندوتراكيال، وده المنظر بعد ما حطيت الاند لوب، وكده انا اتاكدت ان انا ماسك الجزء الستاك اللي هو كان فاضي اصلا بالاي او اس، ما فيهوش جزء لايبومتاستيشو، وكده انا ريليز الاند لوب. بدانا نغسل، ده المنظر بعد ما خلصنا، ده الستاك، ده الاند لوب ماسك فوق هنا، وده الجزء الريمننت بتاع البوليب، وعملنا اكستراكشن للبوليب. كل ده كان ريمننت بعد ما خلصنا. طبعا الكليبس كان وقع واحنا بنشيل البوليب، فبالتالي انا حطيت الاند لوب ده امن اكتر، لان الكليبس طبعا مش هيبقى ماسك قوي في المنطقه دي كويس. ودي البوليب زي ما الجزء اللايبوميتاس ده متشال كله، والجزء اللي بره احنا شلناه. كان في طبعا ديفيكالتي ان انا اطلعها كلها وان بيس، لكن الحمد لله بدانا نعمل نيجوشيشن والحمد لله طلعت كلها از وان بيس. وطبعا عملنا ديفليشن للاندوتراكيال عشان نعرف نطلعها، ده كان حجمها طبعا كان شكلها كبير جدا، والجزء الالسر اللي تحت ده هو ده اللي كان ايه، انا كنت شاكك ان في سام تشينجز عشان البوليب دي كانت هارد، فانا كنت شاكك انها فايبروفاسكولار اسوفيجال بوليب اكتر منها لايبوما. وطبعا اللي كان نايم لنا الحاله دي دكتوره مي الله يرحمها، ربنا يرحمها ان شاء الله. الكيس بعد كده قعدت ان بي او فور 6 اورز اند فايتال ساين كلوز فور اب، الحمد لله ما كانش فيه اي حاجه، ان فنتال ريكفري والبيشنت ديدنت انتر اي سي يو، والحمد لله هو فعلا كل وشرب بعدها والدنيا بقت تمام. الباثولوجي بتاعنا قال ان السبيسمن بتاعنا سب ايبيثيليال ميزينكايمال جروس كونسيستنج اون فات سيل بيولز سيبريتد باي سيل اوف فايبرس تيشو باندز اند اتيبيكال سبيندل شيب سيل having large hyperchromatic nuclei at the lower part. The neoplasm show area of fat necrosis with mixed acute and chronic inflammatory cellular infiltrate, proliferating spindle-shaped cells and the newly formed blood vessels. The surface epithelium show focal ulceration. Surgical excision margin is free.
والدياجنوزس كان ليبوما وذ فايبروفاسكولار كومبوننت وذ سسبيشن تشينجز ات ذا لوور بارت فور اميونوهيستوكيمستري. اتعمل لنا الاميونوهيستوكيمستري كان الدياجنوز في الاخر بلوبويدال ويل ديفرنشيتد ليبوساركوما لايبو لايك ليبوساركوما وفري ريسكشن مارجن. طبعا اما سمعنا الباثولوجي ده طبعا اتخضينا جدا. فالحمد لله هي اتنشرت في الصفحه الرسميه لمحافظه البحيره. بدات اراجع الريتشر بتاعتنا عن الديفرنشيتد ليبوساركوما في الاسوفاجس. السوفت تيشو ساركوما ريبريزنت ان اكستريملي رير كوز اوف سوجيال ماسس اند ان ديفرنشيتد ساركوما ار ريرر. البروبورشن اوف ديفرنشيتد ليبوساركوما ار ايزن لوور ديو اتس ريرتي. التريتمنت اكسبيرينس وذ اسوفاجيال ديفرنشيتد ليبوساركوما از ليميتد. However, based on our experience, endoscopic resection of this lesion can be considered a treatment, طبعاً مع السيرجري. عملنا analyze لقينا إن الحالة دي رقم 9 على مستوى العالم اللي كانت منشورة. طبعاً حسنا ما نشرناش بنحضرها للنشر. Tumor of mesenchymal origin are rare في gastrointestinal tract. Liposarcoma had incidence من 0.1 ل 5.8 at autopsy. وparticularly rare أكتر في الأسوفيجاس. تقريباً 1-2 ل 1.5 في الأور gastrointestinal liposarcoma. An even smaller proportion of this tumor represent differentiated liposarcoma. زي ما قلنا انها extremely rare ودي كانت 8 حالات منشوره ودي 9 لو اتنشرت. Previously esophageal liposarcoma were treated by surgical method including simple inoculation and partial or total esophagectomy. However, ان الاندوسكوب ممكن يقدم لنا ميزه وخصوصا في الحيانين دول ورابيد ريكفري, بس طبعا لازم تبقى متشاله with free resection margin. طيب هل في ريكومنديشن ان انا اتابع العيانين دول بعد كده؟ للاسف مفيش, بس هو اغلب الحالات الكيس ستادي اللي نزلت قال السيرفيسن انكلود انيوال ابر اندوسكوبي ويز بايوبسي اند ريجوروس كلينيكال فولو اب ويز هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن بيرفورمد افري 3 مانثس تو ايدنتيفاي ذوز ويز نيو اونست ديسفيجيا. بنعمل شيست اكس راي عشان لو في اي اسيمتوماتيك لانج متاسز. لو في سسبيشن ديول بنعمل سي تي. الفولو اب ممكن اكستند لافري 6 مانثس افتر ذا فيرست 3 ييرز والانيوال فيزيت ار اكسبتبل ذير افتر. ات از امبورتانت تو ادوكيت ذا بيشنت ان بوسيبيليتي اوف ليت ريلابس اند انشور انرولمنت ان لونج تيرم فولو اب بروجرام ويز كلوز اندوسكوبيك اند راديوجرافيك سيرفيلانس. العيان بتاعنا بعد شهرين عمل بيت سي تي قال ان هو كلير ثوراسيك اسوفاجس اوبراتيف بيد ويز نو ريزيديوال ريكورنت ماسز, والحمد لله ما كانش فيه اي ريزيديوال عنده. طبعا قعدنا وراه لحد ما جاء يوم الثلاثاء اللي فات عملنا له الفولو اب بتاعه ده الابر. دخلنا الحته دي ما فيهاش حاجه خالص كومبليتلي فري. ده المنطقه اللي كان التيومر سبيس اوكسوباينج ليها جزء ده فري ما فيهوش حاجه خالص. وطلعنا لحد فوق. طبعا الحته دي عشان الابر اسفنكتر تبقى مشكله شويه, بس الحمد لله تابعناها لحد فوق خالص اهو. ومفيش اي ريزيدوال والحمد لله العين لحد دلوقتي بياكل وبيشرب زي الفل. بس هنبهنا عليه اهم حاجه المتابعه. التيك هوم مسج اسوفاجيال ديفرنشيتد ليبوساركوما ار رير تيومر, بس المفروض احط الكونسيدرد ان ديفرنشال دايجنوستس وين ايفالويتنج لارج اسوفاجيال ماسس اور بوليب. والريسكشن طبعا اسوفاجيال ديفرنشيتد ليبوساركوما كان بي كونسيدرد ا تريتمنت, وخصوصا لو هي الحاله زي ما احنا شايفين كده انترا ليومينال وانا اقدر اشيلها ويز كومبليت فري مارج. شكرا لحضرتك. حد عنده سؤال دكتور احمد؟ او بروفيسور اوريجين اوف سيس ليبوساركوما باندوجو كاربين او ميثايلين بلو زي ما بنعمل في الكولونيك بوليبايت كده؟ الميثيلين بلو هيروح لو حضرتك قصدك تاتوينج بال تاتوينج او اندوجو كاربين زي الكولونيك بوليباي او كده. طيب اولا لو انا حطيت تاتوينج بالكربون هيروح بعد فتره, لكن الانديجو كارمين هيروح على طول, هيروح بعد يوم او يومين. ثانيا احنا عارفين هي طالعه منين. انا كنت في اول فيديو انا عارف انها طالعه من جزء البوستير اسبكت اوف تراكيه, فانا عارف مكانها اللي طالع منه, وحتى ممكن نراجع الفيديو قبلها وبعدها, فبالنسبه لي انا عارف المكان. لكن في الكولون احنا بنعمل تاتوينج فعلا بالكربون مش بالميثيلين بلو. وده كان الكلام دكتور احمد شكري لو هو فعلا عندنا ليجن في الاسوفاجس وانا عاوز اعرف الفري مارجن فين. اندوسكوبيك مهم جدا ان انا احط له تاتوينج بال عند الابر بوردر وتاتوينج تاني عند اللور بوردر, وبالتالي اقدر تقيس المسافه بالظبط
لحد شيء جنكشن، فممكن يكون ده حل مع حضراتكم. في نفس الجلسه للاسف احنا كنا شاكين انها اصلا بناين تيومر، انا كنت شاك انها ليبوما او فايبروفاسكولار ليبوما فايبروفاسكولار بوليب، فيا دي يا دي ما كنتش في دماغي خالص ان هلاقي ليبوساركوما، فشلناها وعملناها فعلا كومبليت يعني كومبليت ريسكشن، والحمد لله في الفولو اب ما فيش اي حاجه. لكن طبعا لو انا اعرف من الاول انها ليبوساركوما كان الديسيجن هيختلف. يعني انت حضرتك لو هي ليبوساركوما تاخد سيفت مارجن ده كويس انك ما تعرفش. هو والله العظيم ده من عجز العيان، هو كنت هتاخد لا كنت هخاف يعني عنيف جدا على ليجن ما يستاهلش يعني. بالظبط. Thank you, Dr. Ahmed. Now, it is my pleasure to present our professor, Professor Saeed Kayal.